طيب، احنا المرة الماضية شفنا العمليات الأساسية بتاعت الكرود، اللي هي الكريت والابديت والريد والديليت على مستوى البوست. اليوم هنكمل في نفس الموضوع تقريبا، ولكن في شغلات احنا بدنا نظبطها بشكل أفضل ونتعامل معها. أول شغلة هنحكي عنها هي موضوع إنه أنا عندي في بعض الملفات اللي أنا اشتغلت عليها كان فيها، يعني هنحكي كود متشابه. يعني لو تكلمنا على موضوع البوست، كان عندي ملف الكرييت وملف الإيديت تقريبا نفس الفورم. اللي بيختلف إنه في الإيديت أنا بس بحط المحتوى، لكن في الكرييت أنا بيكون عندي التكست أريا فاضية. طبعا احنا عشان الفورم هنا سيمبل، يعني مفيش غير حق الواحد، الموضوع بسيط. لكن لما يكون عندي الفورم يعني كبير والكرييت هي نفس الابديت، لكن الفرق انه الابديت حيكون فيه بيانات، فانا ليش اكرر الفورم مرتين؟ يعني ليش انشئ الفورم او اكتب الكود تبع الفورم مرتين، مره بدون داتا ومره مع الداتا؟ فعشان هيك احنا ممكن نتعرف على موضوع، لو انا بدي اعمل ملف مشترك في البليد تمبليت اذا احنا استخدمناه هذا واتعامل معه. انا ممكن اجي مثلا في البوست اروح اعمل هنا نيو فايل، اسميه مثلا underscore form دوت بليد دوت بي اتش بي. انا بسميه بالطريقه هذه، انا شخصيا بسميه بالطريقه الاساسيه انه انا اميز انه هذا ملف داخلي، فبحكي انه بيبدا underscore، فبعرف انه انا يعني كانه انا افهم ايش طبيعه الملف هذا. يعني بس هو يعني مش شرط انه يتسمى مثلا اندرسكور فورم، انا اخترت الاسم هذا. يعني الفكره انه انا الفورم هذا اللي في الكريت او في الابديت بدي اخذ المحتوى تبعه. خلينا ناخذه زي ما هو في الاول ونحطه هنا. الان صار الفورم عندي في ملف مستقل اسمه اندرسكور فورم. هذا الفورم لما انا اجي احتاجه بروح مثلا في ملف الايديت، انا بدي استخدم الفورم هذا انا جيت مسحناه. عليكم السلام. بدي استدعي الملف تبع مين؟ الفورم، بحيث انه انا المحتوى تبع الفورم فايل هذا يظهر في المنطقه هذه اللي انا بدي اياها في ملف الايديت اللي هي في المنطقه هذه. فالفكره هنا احنا حنستخدم دايركتيف اسمه انكلود، ات انكلود، وبعطيه اسم الملف اللي بدي اعمل له انكلود في المنطقه هذه. احنا الملف تبعنا هو الايش؟ الاندر سكور فورم. طبعا هنشتغل دائما لما نعمل انكلود لاي ملف او استدعاء لاي ملف، بنشتغل دائما بناء على مجلد الفيوز. يعني بتحكي له بدك تدخل على مجلد البوست في الاول، بعدين هتلاقي الملف اللي اسمه اندر سكور فورم. لا الاكستنز، لا، لانه في الاكستنز معناته بده يكون الفورم عباره عن لاي اوت، وبالتالي انا طبعا الملف الواحد بيستخدم لي اوت واحد، ما ينفعش اعمل اكثر من لي اوت، فما بينفع نستخدم موضوع الاكستند والسكشن. طيب نفس الكلام بروح على الفورم تبع او في صفحه الكريت، يبقى نفس الفورم في صفحه الكريت بعمل له انكلود هنا. الان طبعا في موضوع الابديت والكريت في لهم بعض الشغلات اللي هي ايش؟ مش مشتركه. يعني خلينا نحكي انه الاكشن بيختلف من الكريت والابديت، والميثود تختلف. في الابديت هتكون موجوده، في الكريت مش هتكون موجوده. معناته انا ممكن ايش اسوي؟ اخلي انا الفورم تبعي بدون الجزئيه هذه، يعني يكون بس بيحتوي على الزر اللي هو الحقل مع الزر. وبالتالي انا في الايديت بضيف هنا الفورم واي تسكيرت الفورم، فبصير الملف اللي عملت له انكلود في المنطقه هذه. نفس الكلام في الكريت، معناته انا نفس الكلام في الكريت، نتراجع هيك في المنطقة هذه بعمل انكلود سناخذ الكود من هنا. فهيك خلينا نحكي انه لو انا كان عندي الفورم كبير بغض النظر قديش الداتا، خلص انا تقريبا صار عندي الفورم في ملف واحد وبستخدمه في حاله الابديت وفي حاله الكريت. طبعا اذا كان في تشابه، اذا كان الكريت بياخذ بيانات مختلفه عن الابديت، هنا لا بتشتغل بشكل مستقل. لكن طالما في عندي شيء مشترك فانا ليش ما اكرره؟ فيفضل انه احنا نشتغل بطريقه توفر علي
عملية التعديل في المستقبل. طب خلينا نشوف ايش حيصير الجيت لما احنا نشتغل بهذا الاسلوب. بس خلينا نتأكد انه احنا شغالين او السيرف شغال، اعتقد شغال. نروح على هاي صفحة الكرييت اللي احنا عملناها المرة الماضية. طبعا بعد التعديل هنا في الغالب حيصير عندنا خطأ، حيطلع لنا ايرور. تتوقعوا ليش؟ لا، ايش الرسالة اللي طلعت؟ Undefined variable post. ملف الفورم تبعنا هذا بيستخدم داخله variable اسمه post، هيو، عشان يطبع محتوى الكونتنت. وهذا طبعا ال variable في حالة ال create ما بيكون موجود. طب ايش الحل؟ الحل انا بدي ابعت هذا ال variable. طبعا هذا ال variable يكون من نوع model، من نوع post، لانه بدي احاول اقرا منه ايش الكونتنت. طبعا في ال create انا حيكون ما عندي post اساسا عشان ابعته، فانا ممكن ابعت بوست موديل فاضي يعني بدون اي قيم. طبعا ممكن ابعتها من خلال الكنترولر، يعني انا بصير زي ما بعتت في الايديت البوست، انا ممكن في الكرييت، هاي جزئية الكرييت، اذا ابعت هنا بوست فاريبل، وعبارة عن ايش؟ عبارة عن نيو بوست موديل فاضي. فهيك الرسالة هذه هتروح. انا هيك صرت انا ممرر البوست. طبعا البوست فيش فيه محتوى عشان هيك ظهرت عندي هنا فاضيه القيمه. في حاله الايديت يعني لو رجعنا على صفحه البوست الاصليه وعملنا ايديت بعرض المحتوى، فانا استخدمت ملف واحد للعمليتين. طبعا ممكن انا امرر، في حال ان انا بعمل استدعاء من خلال جمله الانكلود هذه، فانا ممكن اصلا امرر فاريبل لملف الانكلود. يعني ممكن انا هنا في الانكلود اعمل بارامتر تاني واجي احكي له مثلا همرر البوست هذا في مين؟ هذا اللي كريت. تمام. وهنا بنحكي له نيو، ما ينفعش احكي بوست هيك مباشره لان انا فعليا في ملفات الفيوز يعتبر انا موجود في الجلوبال نيم سبيس. فانا بدي اصل البوست موديل بدنا نكتب ايش؟ النيم سبيس كامل هو اب، بعدين جوا مجلد المودلز، بعدين انا عندي البوست. فانا هيك ممكن كمان ابعت البوست مش من الكنترولر، يعني لو انا وقفته من الكنترولر من هنا، فانا مررته اثناء ما بعمل انكلود للفايل تبع الفورم، انا رحت بعتت هذا القيم، بعتت الفاريبل هذا للملف اللي انا بعمل له انكلود. وهذا كاوبشن ثاني انا ممكن استخدمه. عشان هيك برضه لو رجعنا على موضوع الكرييت ما اعطانيش الايرور. طب لو بدنا نتاكد ان هو هذا اللي حل المشكله هنحذف، هنلاقي رجع الخطا تاني. فسواء اشتغلنا انه انا مررت القيمه من في ملف الانكلود او مررته من الكنترولر، في النهايه اي فاريبل بمرر من الكنترولر الفيو الاصلي والسب فيوز اللي انا بعملهم انكلود بيشوفوا نفس الفاريبل. ففي الحالتين مفيش عندنا مشكله. طيب كده انا مرر variable post وفي الانكلود بعتت لملف الانكلود بوست، مين اللي هيشوف الانكلود فايل هذا؟ هيشوف اي variable فيهم؟ هما الاثنين نفس الاسم، هيشوف هذا طبعا لانه هذا لانه انا هذا مررته بشكل صريح، انا هذا مررته بشكل صريح، فهيعمل اوفر رايت لل. طبعا هما فعليا نفس القيمه، فمش مش هنحس بالفرق فيهم. بس ممكن اتاكد كيف؟ انا لما انشئ بوست انا ممكن اروح ابعت جوا اري فيها اتريبيوتس، يعني مثلا اروح احط كلمه هنا لما انشئ موديل انا ممكن ابعت للموديل ديفولت اتريبيوتس، يعني احكي له الكونتنت اعتبره. لحظه، هنا انشات اري وحطيت فيه كلمه كونتنت، فانا بحكي له زي كان بحكي له انه اول ما تنشئ الاوبجكت تبع البوست او الموديل تبع البوست اعتبر قيمه الكونتنت هي كلمه كونتنت هذه. اكيد هنتاكد هو اخذ اللي بتاعت الكنترولر ولا اخذ اللي تمريرها من هنا. طبعا الكونتنت مش محطوطه في الفيلابل، فهذه طبعا عشان تظبط احنا كنا هنحكي معها، فهي اجت قبل هيك. لقيت في بعض الاحيان لما نيجي مع موضوع الاتريبيوتس والتعامل معهم خاصه في عمليه التخزين ممكن تطلع لنا رساله زي هذه،
انه بدك تضيف الكونتنت تو افيلابل بروبرتي تو الاو اماس اساينمنت. اللي بيصير انه لارافيل في موضوع المودلز، احنا لما عملنا عمليه اضافه بيانات على الموديل وتخزينها استخدمنا طريقه ايش اللي هو انا بعمل اساينمنت مباشر للبروبرتي. الان في عمليه التخزين انا ممكن لو كان انا عندي عدد الداتا اللي بدي اخزنها كبير، مش معقول مثلا اقعد احكي بوست كونتنت يساوي كذا، بوست مش عارف ايش يساوي كذا، واظلني ايش حسب عدد القيم. لو انا عندي مثلا بدي اخزن 10 قيم في الموديل هذا، فبدي اكرر الاسطر هذه، وطبعا كل مره حنغير اللي هنا. مثلا لو انا في عندي نيم، لو هنا عندي مثلا ايج، لو انا عندي هنا مثلا السيتي، يعني هذه معلومات موجوده داخل البوست. فطبعا كل قيمه بدي اخزنها بدي اروح اعطيها اساينمنت. ففي حاله زي هذه لو انا عندي بيانات كثير، انا ممكن لما اجي انشئ البوست بدل ما اشتغل بالطريقه هذه، لا تمام، اجي اشتغل باستخدام البوست واستدعي ميثود اسمها كرييت. البوست كرييت هذه ايش وظيفتها؟ بعطيها اري بالداتا اللي بدي اخزنها. احنا فعليا فيش عندنا غير ايش حاليا؟ الكونتنت. وطبعا شفنا الكونتنت بنقراه من الريكوست بوست، فانا بحكي له الكونتنت هاي قيمته من هنا. البوست كرييت على طول بتاخذ القيم وبتعمل انشاء في الداتابيز بشكل مباشر، يعني مره واحده. وبعد ما تنشئ الفاريبل او تنشئ الموديل في الداتابيز بترجع لي اوبجكت منه. فهذه الوان ستيتمنت بديل عن الثلاثه ستيتمنتس هذول. بس هذه من شروطها اني افعل حاجه بنسميها الماس اساينمنت على مستوى الموديل. الماس اساينمنت طبعا هذه برضه عشان نشوف سببها بدي ارجع شويه خطوه انه نلغي اللي عملناه هنا مبدئيا. ونعرض ملف لك الفورم. الان احنا غيرنا طريقه التخزين في الستور للطريقه هذه. هذه الطريقه بنسميها احنا الماس اساينمنت. من شروطها انه لو انا جيت اخزن اي بيانات واجي اعمل مش ابديت، هي افترض كرييت، ايش اعطاني الرساله؟ اد كونتنت تو فيلابل بروبرتي. معنى الكلام هذا انه انا ما بقدر استخدم هذه العمليه بدون ما انا افهم اللارافيل ايش الاتريبيوتس المسموح انها تتخزن. تمام؟ هذه يعني اللارافيل عملها كنوع من انواع الحمايه، انه انا ما بعتش حقول في الاري هذه مش مسموح الها تتخزن، او هي فعليا مش موجوده في الداتابيز، مش موجوده في الجدول. يعني انا اروح مثلا ابعت حقل اسمه نيم، احنا فعليا في جدول البوست ما في عندي حقل اسمه نيم. فلو انا بعته، حتى لو انا بعته ولكن مش حاطه في حاجه بنسميها الفيلابل بروبرتي في الموديل، هيك حيعمل له اجنور. يعني ايش ما ببعت في الاري اذا انا الشغله مش محددها مسبقا مش هتتخزن. الفيلابل هاي وين بنعرفها؟ على مستوى الموديل، الموديل تبعنا هو البوست موديل هذا. عشان اسمح بموضوع الماس اساينمنت باجي هنا اعرف بروبرتي من نوع بروتكتد اسمها فيلابل. الفيلابل هذا عباره عن اري بيكون بداخلها اسماء الحقول اللي انا حسمح انه يتم تخزين قيم فيها من خلال الكرييت او الابديت. فاحنا فعليا عندي مثلا الكونتنت وفي عندي مثلا اليوزر اي دي لاحقا ممكن نصير نخزنه. فايش في حقول عندي في الجدول للبوست انا بدي اسمح انه تتخزن بضيفها في الفيلابل. تمام؟ قلت لو رجعنا هاي الكونتنت من ضمن الفيلابل، النيم مش موجود في الفيلابل، فانا باعته هنا من ضمن الداتا لكن مش حيقول لي ايرور انه ما فيش عندك حقل اسمه نيم. فلما اجي اخزن بدي اعمل ريفرش سبميت مره ثانيه، الفيلابل احنا شغاله هيضاف لي الكونتنت تبعنا. ما اعطانيش ايرور انه انت باعت حقل اسمه نيم، وفعليا فيش عندي حقل اسمه نيم. وقت ايش حيعطيني الخطا هذا؟ لو انا حكيت في الموديل انه النيم من ضمن الفيلابل، هيك حيحاول يخزنه وحيعطيني ايرور من الداتا بيز انه ما فيش عندك حقل اسمه نيم. فلو مره ثانيه عملنا كرييت
هاي رسالة الداتابيز انه unknown column name، فهذه بتستخدم كحماية الي انه انا بغض النظر ايش البيانات اللي حتنبعت في الاري تاعت الكرييت، طالما انا مش محدد انها من ضمن الفيلابل يبقى خلاص مش حتأثر عندي في عملية التخزين. فهيك انا بكون يعني خلينا نحكي ضامنين انا كيف ممكن اخذ البيانات. الان لو انا ممكن استغل هذه الفكره، هذه الاري ممكن استغلها، خاصه زي ما حكينا لو انا عندي حقول كثيره بدي اخزنها. فانا اذا انا كنت مستخدم استراتيجيه لانه اسم الحقل في الفورم هو نفس اسم الحقل في الداتابيز، لاحظوا هنا الكونتنت في الفورم هو نفس الكونتنت تبع في الجدول. فاذا انا مستخدم نفس الاستراتيجيه، انا ممكن هذه الاري ابنيها دايناميك. كيف ابنيها دايناميك؟ انه بدل ما ابعت اري يدويا اجي احكي له هنا ريكوست اول، ريكوست اوبجكت تبعي هذا، لما احكي له ريكوست اول ايش بيسوي؟ بيرجع لي اري بكل الحقول اللي وصلت من الفورم. الاري هذه عباره عن الكي هو اسم الحقل والفاليو القيمه اللي مخزنه في الحقل، وبالتالي اعطاني نفس الشكل اللي انا كنت كاتبه قبل شويه. هذا هي عبارة عن array، الكي هو اسم الحقل وهذه الفاليو اللي أنا حصلت عليها. طب من هناك في البوست في الفيلابل لقيت، لأنه الكونتنت في الفيلابل حيرضى لو في أي بيانات وصلاني في البوست إضافية ما لهاش علاقة بالبوست، لأنه أنا مش حاططها في الفيلابل فمش هتأثر علينا. يعني مثلا إحنا في الفورم حيصلني حاجة إيش اسمها؟ يعني عشان نتخيل الريكوست أول هذا إيش بترجع؟ ممكن إيش نعمل هنا؟ نعمل دي دي الها نشوف ايش الناتج تبع الريكوست اول عشان يبين معنا. لما اجي اعمل ريفرش وحاول اخزن، هاي الناتج تبع الريكوست اول، الري فيها التوكن تبعنا وفيها الكونتنت. طبعا التوكن مش ملوش علاقه بالداتابيز تبعتنا، وطبعا لانه مش في ضمن الفيلابل هيعمل له اجنور. لا هو ملوش علاقه هيدن، في النهايه هو وصلني في الريكوست تمام، هو هيدن بس انه اليوزر ما تدخلش فيه، لكن في الريكوست هيصلني. فلو انا كنت حاطط لو الفيل لو أنا لو ك لو اللارافيل ما كانتش عامله لي موضوع الفيلابل، كان معناته اي شيء في الاري هذا بده يحاول يخزنه على مستوى البوست، وهيعطيني ساعتها ايرور انه التوكن مش موجود ككولوم. فموضوع الفيلابل خلص هو بيعمل ايش؟ بتطلع فقط على القيم اللي محدده في الفيلابل. فعشان هيك احنا ممكن نستغل، انا بعمل كرييت للريكوست اول على طول، خاصه زي ما حكينا اذا انا كان اسم الحقل في الفورم هو نفس اسم الحقل في الداتابيز. فهيك انا بصير بدل ما انا اكتب اسطر كثيره اعمل كل حقل ايش قيمته كل حقل ايش قيمته، بحكي له ريكوست اول فبرجع لي كل البيانات على شكل اري وبمررها لجمله الكرييت. في النهايه زي ما حكينا الكرييت بتاخذ اري، لان ممكن ريكوست اول بترجع كل الداتا. ممكن اجي احكي له ريكوست اونلي، بس خلينا نشوفها في الدي دي عشان الاونلي هنا بحدد بالضبط ايش اسماء الحقول انا بدي اياها. بدي اقول له مثلا هات لي بس الكونتنت، اونلي كونتنت ايش معناته؟ طبعا ممكن ابعت له اكثر من قيمه، اونلي كونتنت اونلي مثلا نيم، طبعا نيم مش موجود. فلو عندنا ريفرش سبميت رجع لي في الاون في الاري ايش بس؟ كونتنت. ممكن اقول له بدل اونلي اقول له اكسبت، اكسبت يعني بقول له رجع كل حاجه ما عدا هدول. فلو انا قلت له اكسبت الكونتنت او الكونتنت والنيم مش حيرجع التوكن، لانه في الريكوست كان عندك توكن وكونتنت، انا قلت له هات لي كل شيء ما عدا الكونتنت فرجع لي التوكن. فالاول بترجع كل حاجه، الاونلي بترجع الحقول انا بحددها، والاكسبت بترجع كل حقول كل الحقول ما عدا اللي انا حكيت انها اكسبت. فانا ممكن اشتغل على اي واحده من هذه الطرق. طالما احنا عاملين موضوع الفيلابل فانا ممكن اشتغل بطريقه سيف بالشكل هذا. الان زي ما حكينا حنرجع نعمل ريفرش، هيخزن بيانات وهيبين خزن الحقل او القيمه الرابعه. زي ما حكينا هذه العملية بنسميها الماس اساينمنت، بتتطلب مني على مستوى الموديل اعرف فيلابل بروبرتي واحدد بداخلها الحقول المسموح انه يتم تخزينها. هذا الكلام برضه بينطبق في عملية الابديت، احنا في الابديت برضه ايش عملنا؟ رحنا استخدمنا موضوع الاساينمنت. الان انا ممكن برضه ما اشتغلش هيك،
واجي استدعي على مستوى البوست موديل اللي انا عجبته فايند اور فيل، اقول له ابديت على طول، وفي الابديت ببعت له اري بالحقول انا بدي اعمل لها ابديت. يعني بدي اجي احكي له مثلا اعمل ابديت لحقل الكونتنت تكون قيمته طبعا نفس القيمه اللي وصلتني من الريكوست انبوت او الريكوست بوست، وحكينا يفضل نستخدم البوست بدل الانبوت العامه. طبعا في الحاله هذه هي ما الابديت على قد الحقل هذا. طبعا نفس الكلام، يعني انا ممكن هنا بدل ما احكي له ابديت ممكن، وطبعا لو كان عندي حقول كثيره فانا ممكن احكي له ايش ابديت ريكوست. طبعا الابديت نفس الفكره، لو انا كان موضوع الفيلابل انا مش معرفه، يعني لو انا رحت وقفت الفيلابل فبرضه حتى الابديت كمان لما اجي اعمل ابديت لاي عنصر بالطريقه هذه هيصير يحكي لي ايش؟ انه الفيلابل او بدك تضيف حقل. لاحظ ايش جاب لي؟ طبعا هو لانه وصلوا في الاري توكن اول شيء بعدين كونتنت، فهو اول فاريبل لقاه قال لك هذا مش موجود في الفيلابل ضيفه. هو على الاقل لازم يصلوا حقل واحد، اكيد اذا ما وصلوش ولا حقل او لقى انه الفيلابل مش معرف فيها ولا حقل فهيعطيني على كل حقول لك لازم تضيفهم فيلابل، عشان هيك اعطاني هنا رساله على التوكن. رجعنا فعلنا الفيلابل، هيخزن بس او هيعدل فقط هاي التعديل اللي احنا عملناه. فهذه زي ما حكينا بنسميها عملية الماس اساينمنت، طبعا اريح لي من التعامل بالطريقة هذه، الطريقة هذه ما بتحتاج اني اعمل موضوع الفيلابل، يعني احنا اشتغلنا عليها المرة الماضية بدون ما نعرف الفيلابل بروبرتي، فإذا البيانات قليلة ممكن اشتغل هيك، إذا البيانات كثيرة يفضل نشتغل بالطريقة هذه عشان ما اعملش اساينمنت يعني واحدة واحدة. طيب، الآن ايش حيصير لو أنا بدي أنشئ مثلا بوست جديد أو بدي أعدل على بوست؟ ورحت انا مسحت المحتوى وجيت اعمل ابديت اعطاني هذه الرساله كولوم كونتنت كانت بي نال. ليش؟ لان انا فعليا بحاول اخزن قيمه فاضيه، انا مسحت التكست اريا كلها فانا بعتش حاجه ما بعتش داتا. تمام، وطبعا اللارافيل باي ديفولت بيحول الامبتي سترينج لنال تمام تلقائيا، فقال لي انت ممنوع تخزن في الكونتنت نال لانه احنا عارفين هذا النوع الحقل لما انشاناه حكينا له نوت نال. طبعا بدل ما تطلع رساله زي هيك انا يفترض هنا ايش اعمل؟ نظام فاليديشن، افحص القيم اللي وصلتني وهل هي فعلا بتناسب الشروط اللي انا حاططها او لا. يعني هنا قد حنيجي نتكلم على موضوع الفاليديشن، لانه فعليا اي انبوت بده يوصلني من اليوزر لازم اتحقق منه قبل ما اخزنه في الداتابيز. تمام، ما بدناش نعمل او القاعده المشهوره في الويب do not trust any input، يعني ما تثقش باي input بيصلك، لازم تعمل عليه validation تتاكد انه هو فعلا مطابق للبيانات اللي انت بدك اياها ولا. مثلا انا هنا عشان ما تطلعش رساله زي هيك للمستخدم ممكن اطلع رساله من عندي انه مثلا بليز مثلا دخل قيمه الكونتنت على سبيل المثال. فهنا بنتكلم على حاجة اسمها الفاليديشن، كيف أنا أعمل فاليديشن للبيانات اللي بيتم إرسالها لإلي. موضوع الفاليديشن خلينا نبدأ مثلا في عملية الستور. طبعا يفضل دائما الفاليديشن يتم من خلال إنه أنا قبل ما أبدأ أخزن طبعا بدي أعمل عملية الفاليديشن. عشان أعمل فاليديشن هنبدأ بالطريقة السهلة والأسرع، الريكوست نفسه اللي بيصلني هذا بيحتوي على ميثود اسمها فاليديت. الريكوست هذا اللي بيوصلني بيحتوي على ميثود اسمها فاليديت، هذه الميثود بتستقبل او بتاخذ اري. الاري هذه بنعرف بداخلها حاجه اسمها الرولز اللي هي شروط التحقق. فكره الاري انه انا بضيف الكي هو عباره عن اسم الحقل، انا بتحقق من الحقل تبع الكونتنت فبضيف الكي او بضيف الاري الكونتنت ككي. والفاليو هي الشروط اللي انا بدي اضيفها في التحقق. طبعا ممكن تنضاف على شكل اري يعني تصير اري اوف اري، ممكن تنضاف على شكل سترينج. طيب لقيت لارافيل من ميزاتها انا بيجي معها بيلد فاليديشن رولز، يعني في فاليديشن رولز جاهزه بس علي اني استخدمها. فمثلا في عندي فاليديشن رول اسمها ريكوايرد، هذه بتعني انه هذا الحقل مطلوب واذا ما وصلنيش او كانت قيمته فاضيه حيعطيني رساله فاليديشن انه هذا الحقل مش مدخل. تمام، فانا بدل ما اكتب التشيك تبع الفاليديشن انا في عندي فاليديشن جاهزه بس علي اني اطبقها على مستوى كل حقل.
بتضيف كمان. طب ماشي، هو بعت لي اياه، بس انا مثلا مش طرد انه الكونتنت على الاقل يكون طوله 10 كاركتر، عشان ما يبعتليش بوست من كاركتر واحد يعني ملوش معنى. فانا ممكن اضيف فاليديشن لموضوع المينيمم كاركترز او المينيمم سايز تبع القيمه هذه. ففي عندي برضه فاليديشن رول جاهزه اسمها من. طبعا عشان اضيف رول ثانيه بفصل ما بين الرول الاولى والرول الثانيه بالفيرتيكال بار. شو اسوي؟ بالشكل هذا. في عندي رول اسمها من. هيك انا فعليا بطبق شرطين، شرط الريكوايرد او الرول تبعت الريكوايرد وشرط المين. طبعا المين هذه ايش يعني مين؟ طب ايش قيمه المينيمم؟ اذا لما في لو كان في عندي رول محتاجه تاخذ قيمه، فبنحط نقطتين بعد اسم الرول وبنبعت لها القيمه. فلو انا قلت له مثلا 10 على سبيل المثال، هيك انا بحكي له انه لازم على الاقل قيمه الكونتنت تكون 10 كاركتر. تمام؟ ممكن اضيف رول ثالثه، وبالتالي دائما كل رول بدي افصلها بفصلها بالفيرتيكال بار هذا. مثلا عندي رول تكون ماكس، طب قديش الماكسيمم؟ مثلا بنتكلم زي تويتر 244 كاركتر او شايف قديش وصلوا الايام هذه. ففي عندي برضه انا ممكن احط ماكسيمم كاركترز للبوست، ما يكونش اكثر مثلا من 255، عفوا 200، خلينا نحط 255. مثلا في من ضمن الرولز اصلا انه يكون سترينج، ما يبعتليش ملف، ما يبعت يعني ممكن الكونتنت عشان اضمن انه يكون بعت لي سترينج ما يبعتليش شيء ثاني. اذا فعليا انا عندي مجموعه من الرولز الجاهزه، بس علي اني اطبقها على مستوى كل حقل. فهنا فعليا اربع رولز انا طبقت، انه يكون انه ريكوايرد مطلوب، المينيمم والماكس والسترينج. طب لو كان مخزن قبل هيك؟ نفس الكلام، قلت لو تخزن قبل هيك لما يدخل على شاشه الايديت ويجي يعمل سيف حيطبق عليه الشروط. بس طبعا لازم يخش على الايديت. قلت له تخزن قبل ما تحط الشروط تخزن. فيش مجال يعني. بس هذا بتصير انت بتكون حاططها من البدايه قبل ما يكون في عمليه تخزين. طبعا هذا ممكن اطبقها في الستور وفي الابديت. يعني برضه هنا قبل ما اجي اعمل عمليه تخزين برضه اتحقق من الشروط هذه. طبعا ممكن الصح انه اتحقق بعد ما انا اكون اصلا اتاكدت انه البوست موجود يعني في المنطقه هذه. الان لو جينا عملنا ريفرش، انا جيت بعت الكونتنت فاضيه، رجعني على الصفحه اللي انا كنت فيها بس طبعا بدون اي رساله. الوضع الطبيعي قلت لما اجي انا اعمل اي عمليه طبعا هو بيرجعني مع المحتوى السابق وبرضاش يخزن. هذا معناته اللي بيصير قاعد انه الفاليديشن اللي انا طبقتها مش هنا. طبعا هذه ليش الفاليديشن اللي صارت ماتش؟ انه انا مدخل قيمه اقل من 10، عشان احنا عملنا المين 10، عشان هيك برضه ايش بيصير؟ بيرجعني قاعد على صفحه الابديت ويطلع هذا. المشكله هذا لما تصير هيك اكيد في ايرور، في فاليديشن ايرور. فوظيفتي انا انه اعرض الفاليديشن ايرور هذا، لانه اللارافيل تلقائيا ايش بتعمل؟ عشان اجيت نوضح ايش اللي صار. طب احنا ما عملناش لا جمله اف انه اذا صار في خطا اعرض كذا، ايلس ما عملناش اي حاجه. اللي بيصير كالتالي، بمجرد ما استدعي الريكوست فاليديت، اللارافيل حتروح تقارن القيم اللي مبعوثه في الريكوست مع الشروط اللي انا حاططهم. اذا في اي خطا بناء على الفاليديشن اللي انا عامله، اللارافيل بتعمل ثرو لاكسبشن. نوع الاكسبشن هذا اسمه فاليديشن اكسبشن. هذا الاكسبشن برضه اللارافيل نفسها بتعمل له كاتش، تمام؟ وبناء على الكاتش هي بتكون عامله كود انه بترجع اليوزر للصفحه اللي كان موجود فيها مع الخطا. طب رجع مع الخطا، فاكيد اللي حيعرض الخطا مين؟ انا كمبرمج، انا اللي بدي اخذ الخطا هذا واعرضه في الصفحه تبعتي. ففعليا حنيجي هالوقت في ملف الفور ونيجي نعرض رساله الخطا اللي صارت. اللارافيل لما تيجي تعرض رساله الخطا بتعرف لي فاريبل اسمه ايرورز اوتوماتيك، تمام؟ يعني لما ترجعني على الصفحه مع رساله خطا في عندي فاريبل اسمه ايرورز. عشان هيك ما تبعتوش انتو فاريبل اسمه ايرورز لاي ملف فيو، خاصه ما يكون فور، لانه هذا خلينا نعتبره زي فاريبل محجوز للاخطاء تبعت الفاليديشن. فانت لو عرفت الفاريبل هذا بنفسك ممكن تكون عملت اوفر رايت للقيمه بتاعت اللارافيل. الفاريبل هذا اسمه ايرورز، هو عباره عن اوبجكت.
أكيد أنا ممكن أستخدمه عشان أفحص أصلا إذا في عندي أخطاء أو لا، يعني ممكن أجي أحط هنا جملة إف، فلقيت جملة الإف باستخدام البليت تمبليت، ممكن نكتبها كزي هيك at إف، هيك أنا بعمل جملة أو إف ستيتمنت باستخدام البليت تمبليت، وهي at end إف أنا هيك نهاية الجملة. إذا الشرط تبع الإف اتحقق الكود المحصور ما بينهم حيظهر. طب ايش الشرط اللي بدنا نستخدمه هان؟ زي ما حكينا الوقت اللارافيل حتبعت لي فاريبل اسمه ايرورز. طب هذا الفاريبل عباره عن اوبجكت، الاوبجكت هذا بيحتوي على ميثود اسمها اني. معنى الميثود هذه اذا كان في اي خطا بترجع لي ترو، ما فيش خطا حترجع لي فولس. فانا بحكي له اف اف ايرورز اني، يعني في عندي اي خطا اذا رجع ترو يبقى حيدخل جمله الاف، فانا يفترض في الاف يشطب واحد رساله خطا. طبعا بما اننا شغالين بوت ستراب فممكن اعمل ديف ناخذ كلاس اسمه اليرت، اليرت دينجر، وجوا الكلاس هنا مثلا اروح اطبع كلمه ايرور. ففي حال وجود عندي اي خطا حتظهر عندي كلمه ايرور، يعني في المرحله هذه احنا هنطبع بس رساله عامه. نجرب مرة ثانية، ما بعتناش داتا وعملنا ابديت ظهرت الرسالة. طب انا لما اعمل ريفرش هتختفي لانه فيش عندي ايرور، لانه ساعتها انا عملت ريفرش كاني بدخل على الصفحة من كأول مرة، لكن وقت ايش هو بيعطيني ايرور؟ لو صار عندي فاليديشن معين فالايرورز اني رجعت الخطأ. طب ايش الخطأ بالضبط؟ يبقى انا بدار هنا رسائل الخطأ، قلت انا ممكن يكون عندي أكثر من خطأ بناء على ايش؟ على الحقول، يعني لو انا عندي كل حقل له فاليديشن تمام، فكل حقل ممكن يكون له رساله خطا مختلفه عن الثاني. عشان اعرض رسائل الخطا هنا تمام، فانا فعليا الايرورز فاريبل هذا الايرورز تبعنا بيحتوي على ميثود اسمها اول، يعني بقول له هات لي كل الاخطاء. الايرورز اول هذه بترجع لي زي خلينا نحكي اري فيها كل رسائل الخطا، فيفترض ان الايرورز اول عشان اذا بما انها اري بدلف عليها باستخدام جمله الايش الفور ايتش ايرورز مثلا از ايرور، وهي هاي نهايه الاند فور ايتش. اذا رو ايرورز اني بترجع ترو او فولس في حال وجود خطا، الايرورز اول بترجع الخطا نفسه او بترجع كل الاخطاء. لان انا هنا مثلا ممكن باستخدام باراجراف اطبع هنا الفاريبل تبعنا اللي هو اسمه ايرور، الايرور اللي جاء هنا في تبع اللوب. قلت لو رجعنا عملنا فاليديشن ايرور the content must be at least 10 characters، هذا الفاليديشن تبع المن. لو مسحنا الكونتنت الرسالة the content field is required، هذا الفاليديشن تبع الريكواير. لو ضفنا بيانات اكثر من 255 كاركتر مش عارف كيف يعني احسبها، بس بتصور هيك حيطلع اكثر. The content may not be greater than 255 كاركتر. هو فعليا هيك صار يعمل ماتش على الفاليديشن اللي انا حطيته وصار يعرض لي رسالة الخطأ. ممكن انا مثلا رساله الخطا هذه بدل ما اعرضها فوق اعرضها جنب كل حقل، يعني حقل الكونتنت هذا بدي احط تحتيه رساله الخطا مثلا، خاصه لما يكون عندي اكثر من حقل فبدي احط تحت كل حقل رساله الخطا الخاصه فيه. في الحاله هذه ممكن اجي استخدم دايركتيف مثلا هاي التكست اريا بدي احط تحته اذا كان في خطا اطبع رساله الخطا الخاصه بالكونتنت هذا. هنا ممكن استخدم دايركتيف اسمه ايرور، والدايركتيف هذا بعطي له اسم الحقل اللي هو ايش اسمه؟ كونتنت. طبعا اند ايرور. هذا اجيت ايش معنى الدايركتيف هذا؟ هذا زي جمله اف ايلس او زي جمله اف، اذا كان في خطا للحقل كونتنت حيطبع البلوك اللي محصور بين الايرور والاند ايرور. تمام؟ يعني هذا زي قصه انا بحكي له اف عندي ايرور للحقل تبع الكونتنت، اذا في معناته حيدخل على المنطقه اللي هنا. هنا ممكن نعمل باراجراف ماخد كلاس اعتقد ان كلاس اسمه invalid feedback
هذا الكلاس من البوت سترابي بتيجي. طيب من نطبع رسالة الخطأ نفسها، ففي عندي هنا سبيشال فاريبل اسمه مسج، هذا الفاريبل بس خاص بالايرور، تمام؟ يعني هذا المسج فاريبل خلينا نعتبره من ضمن السكوب تبع الدايركتيف تبع الايرور، بيكون بيحتوي على الرسالة الخاصة بهذا الخطأ. طبعا عشان يظهر هذا الخطأ لازم احكي هنا is invalid، وعندنا حنشوف كيف نحلها. حيث لو انا عملنا validation error update، هاي الرسالة ظهرت تحت، طبعا هي نفس الرسالة اللي فوق. طبعا الكلاس هذا تبع is invalid هو اللي اعطى اللون الاحمر للحقر. هنا شايفين كيف صار البوردر احمر مع اشارة التعجب هذه. في الوضع الطبيعي يفترض ما يكونش الاحمر، طبعا لانه انا مثبت الكلاس دائما is invalid وهذا غلط. هنا بقول is invalid حطبعها كلاس في حال وجود خطا، فانا ممكن استغل نفس الفكره، اجي احكي له هنا at error للكونتنت، في الحاله هذه اطبع لي is invalid، وهنا at end error، فصارت is invalid هذه حتنطبع في حال وجود خطا. فهذا زي ما حكينا هذه الايرور والاند ايرور زي جمله اف، إذا تحقق أو كان في خطأ على مستوى الكونتنت حيطبع الكود المحصور بداخلها، ما فيش شيء مش حيطبع حاجة. فهيك طبعا أول ما أدخل على الصفحة رجع الانبوت طبيعي، لو في عندنا فاليديشن ايرور حيطبع الـ is invalid وحيطبع الرسالة اللي تحت. فسواء أنا اشتغلت بطريقة إني أعرض كل الأخطاء فوق على الفورم أو على مستوى كل حقل أعرض الخطأ، بالطريقة هذه انا بعرض الـ validation errors. زي ما حكينا هذا الـ variable يعتبر variable خاص، عشان هيك يفضل ما استخدمهوش لما ابعت اي قيمة من controller لـ view، ما ابعتش variable اسميه errors لانه له استخدام خاص زي ما شفنا هان مع Laravel. الـ variable message هذا برضو ما بخص الـ error، يعني لو انا كان عندي حقل تاني، يعني لو افترضنا انه رحت عملت حقل تاني، تمام، اخذنا هذا الفورم جروب كررناه وعملنا حقل، مثلا خلينا نعمل حقل للصوره، فهنا حيكون عندي مثلا الايمج، وحيكون عندي حقل هنا من نوع ايش انبوت التايب تكست فايل. الحقل هذا مثلا ممكن نسميه ايمج، طبعا ملوش روز وملوش قيمه، هان ملوش تذكيره التكست اريا. هيك انا عملت حقل للصوره، هذا الحقل اسمه ايمج، فلما اجي استخدمه في التحقق من الاخطاء ايش بدي احكي هنا؟ ايرور للايمج، تحت ايرور للايمج، المسج هذه حضرها زي ما هي. طب عشان يصير فاليديشن عليه يبقى انا بدي اروح على الكنترولر، مثلا هنا في الابديت اضيف فاليديشن على مستوى الايمج، ادي احكي مثلا هذا الايمج بده يكون برضه ريكوايرد على سبيل المثال، بده يكون مثلا من نوع ايمج، ففي عندي فاليديشن رول جاهزه اسمها ايمج. ممكن نعطيه سايز، ممكن نعمله نعطي له كمان الدايمنشنز ابعاد والسايز كحجم، كله جاهز. اجيت حفرجيكم الرولز الجاهزه. ففي عندي فاليديشن رول اسمها هذا ايش بتعني؟ انه لازم ارفع اي ملف حيرتفع بده يكون نوع من انواع الصور، بغض النظر ايش امتداد الصوره، بي ان جي، جيف، جي بي جي او غيره. في لو انا بدي ملف بشكل عام في عندي رول اسمها فايل، هذه معناته فايل بغض النظر صوره، فيديو، ايش مكان. الايمج ملفات الصور، وفي فيديو لو انا بدي اخليه يرفع ملف فيديو. لو بدي احدد طب في ملفات زي البي دي اف، هنا بنشتغل على حاجه اسمها المايمز. في المايمز بقول له مثلا بي دي اف، مش الفايل اللي بتشمل هذا الفايل بتشمل كل انواع الملفات، يعني سبتها انت مفتوحه ومن ضمنها ملفات الاي اكس اي. تنفع احدد عده انواع هنا مثلا في المايمز بي دي اف ودوك ودوكس،
فبايز ايش بتاخذ؟ بتاخذ اسماء الاكستنشنز تبعت الملف. طبعا لما بدي ابعت اكثر من قيمه لاحظ ايش حطيت فاصله كوما، هيك انا بعتت اكثر من قيمه للمايمز فاليديشن نفسه. طيب خلينا نجرب. قلت طبعا حنفتح الموقع، صار عندي حقل اللي اسمه ايمج، عملت انا عليه فاليديشن. طبعا لقيت ما بعتش لا ايمج ولا بوست، اعطاني رساله على التنتين، ده مش فيلد از ريكوايرد وذا كونتنت فيلد از ريكوايرد، وهنا طبعا التنتين طبعا في الاول اللي احنا عاملينها. طب رفعنا صوره ابديت، ذا ايمج ماست بي ا فايل اوف تايب. طيب بس في نقطة ثانية حصير. طب لو رحنا قلنا له ماشي ايوه من نوع ايمج، تمام خلينا نختار صورة. احنا ما نخزنهاش، بس خلينا نشوف ايش حيصير في الفاليديشن. ذا ايمج ماست بي ان ايمج، طبعا انا باعت صورة، انا بعت صورة. طبعا حكيت فوق لاحظت ما اعطانيش ايرور على فوق لانه المحتوى فاليد، تمام ما اعطانيش ايرور. بس هنا في الصورة انا بعت له صورة وما حد قال لي ايش ذا ايمج ماست بي ان ايمج. ليش بتصير هذه؟ هذه بتصير لانه اي فورم انا بنشئه، اي فورم بده يتعامل مع ملفات، تمام هذا الفورم لازم يحتوي، يعني هاي الفورم تبعنا سواء في الكرييت او في الابديت، اي فورم حيكون بداخله حقل خاص بالملفات عشان يتم رفع الصوره بشكل صحيح لازم نضيف هنا حاجه اسمها الانك تايب. هذا الاتريبيوت مهم جدا في حال اذا الفورم تبعي بيحتوي على حقول للملفات، غير هيك حيعتبر الملف مش واصل او حيتعامل مع الملف على انه تكست، يعني الملف حيصني كاسم ملف مش كمحتوى ملف، تمام. فضروري جدا نضيف هذا الانك تايب، نحكي له هنا مالتي بارت فورم داتا. هذا الاتريبيوت لازم ينضاف على الفورم اذا كان الفورم بيحتوي على حقل لا في رفع ملفات، فانا حضيفه هنا في الايديت وفي الكريت لانه انا هنا الفورم عامله بشكل مستقل. هذا ما في كلام بطل، لازم احط كان هدف توضيح. الان لو رفعت ملف، بس نعمل ريفرش في الاول عشان ياخذ الكود الجديد. الان لو رفعت صورة، انا فعليا مش عامل تخزين، لكن لو رفعت خلاص يعني صار بالنسبة له فاليد فخزن الداتا، بس ما خزناش الصورة، وهنشوف انها كيف لاحقا حنخزن الصورة. بس النقطة المهمة لما زي ما حكينا لما اجي اتعامل مع فورم بيحتوي على حقل من نوع فايل لازم الفورم تبعي يكون بيحتوي على الانك تايب مالتي بارت فورم داتا اتريبيوت، بدونه الملف مش حيصلني، وبالتالي لو انا عامل فاليديشن زي ما كنا زي ما احنا عاملين حيصير يضل يعطيني انه انت مش بعت الملف، انت حصير تحلف يمين انا والله بعته وهيو صوره وهيو دوكيومنت، تمام انت بتكون ناسي الانك تايب، بدك تنتبه لها. تمام طبعا هذا الكلام لو بدنا نطبقه برضه على فرض ان احنا فعليا بدنا نعمل موضوع الصوره، فانا برضه في الفاليديشن تبع الستور بدي اخليه يستقبل صوره. موضوع قلت لو انا طب الصوره بدي احط ابعاد عشان ما يرفعليش صور باحجام كبيره وشي، برضه في لها رولز جاهزه، تمام يعني في رول عندي اسمها دايمنشنز وفي عندي رول اسمها سايز. هفرجيكم الرولز تبعت اللارافيل الفاليديشنز تبعت اللارافيل كلها، لانه انتم حتصيروا حسب الحاجه تستخدموا اللورز هذول الرولز. مش فيها ملف جوا المجلد؟ لا مش كل، بيشتغلوا بطريقه ماجيك شويه فمش حتلاقيها في الملفات نفسها. بس انت روح هنا على البيزكس في الدوكيومنتيشن على جزئيه الفاليديشن اللي احنا قاعدين نشرح فيها، تمام حتلاقي هنا حاجه اسمها الافيلابل فاليديشن رولز، قائمه بكل الفاليديشن رولز الجاهزه. هاي الايمج اللي احنا استخدمناها، تمام المين والماكس والريكوايرد، هاي اللي استخدمنا الريكوايرد. طبعا في ريكوايرد اف، انا ممكن اخلي الشرط الحقل المطلوب اذا كان في حقل ثاني موجود، يعني مثلا انا عامل حقل الجندر مثلا ميل وفيميل، اذا اختار ميل في حقل لازم يدخله، اذا اختار فيميل في حقل، فبس اعمل ريكوايرد اف قيمه ميل دخل لي كذا. طبعا هنا حتلاحظوا في شرح للاستخدام كيف انا مثلا اتعامل مع الحقل هذا.
فهنا بشكل عام شرح كامل لكل الرولز. هاي الماكس، هاي السايز. طبعا السايز رول هذه جنرال، يعني سايز 12 بنتكلم على سترينج طوله 12 كاركتر بالضبط. لما يكون نوع الحقل انتجر، يعني انا عامل فاليديشن انه الحقل يكون من نوع انتجر، فالسايز 10 بتقدر معناته انه الانتجر مكون او قيمته 10 بالضبط، قيمته 10. تمام. في حال مثلا الصور هاي زي المثال هذا، وحكينا السايز 512، هنا بنتكلم على 512 كيلو بايت. طبعا السايز هنا بتعني بالضبط، فغلط استخدم سايز لانه مش هلاقي واحد بعت لي ملف حجمه بالضبط 512. انا ممكن استخدم الماكس والمن، يعني ما يزيدش عن 512 مثلا. تمام. 12 مش فاهم، لازم يكون 10 رقم 10. هنا يعني الرقم بده يكون 10، زي صارت زي قصه ايكوال. وفعليا في فاليديشن اعتقد للايكوال موجوده، هم مرتبين ابجد ايكوال تحت، او هي السايز ايكوال، يعني هو فيش فاليديشن رول اسمها ايكوال. كاتب لك فوق ايكوال وينها؟ فوق شرح على المخشة. في الشرح هي نفسها. كاتب لك ايكوال. تمام ايكوال. وين كاتبينها؟ مش التعليق، تعليق قبل. في التعليق نفسه يعني. فاهمه، فكرت انا مكتوبه. لا يعني فيش فاليديشن رول اسمها ايكوال، فهو بديلها السايز. الان الماكس اللي احنا استخدمناها، مش احنا استخدمنا هنا ماكس للسترينج؟ انا ممكن استخدم هنا برضه نفس الرول اسمها ماكس، بس لما احكي له ماكس 512 هنا اختلف. الماكس هي نفس الرول، ولكن في السترينج يتعامل معها على 255 كاركتر، في الفايل تعامل معها على 512 كيلو بايت. طبعا بالكيلو بايت بيشتغل لحاله. فهيك مثلا الصوره ماكسيمم تبعها 512، فهيك افضل. لكن السايز انه بالضبط هتلاقي مش حيقدر حد يعطيني فايل بالضبط حجمه زي كده. ونفس الكلام بينطبق على المين. المين برضو عامه، لو انا حكيت له مين 512 معناته مينيمم بده يكون حجم الملف 512. طبعا غالبا في الملفات نتعامل مع ماكسيمم في الغالب، يعني لو قلنا له 1024 هيك انا اعطيته تقريبا 1 ميجا، لانه 1024 كيلو بايت بتطلع 1 ميجا. في مثلا غير السايز، في عندنا حاجه اسمها الدايمنشن، دايمنشنز هي هذه الابعاد الصوره، يعني دايمنشنز، وبحكي له المينيمم ويث 100 والمينيمم هاي 200 مثلا، او ماكس ويث وماكس هايت او ماكس. تمام. فانت عندك الحريه تحدد، ممكن تحط المين والماكس مع بعض، انه اقل شيء كذا واعلى شيء كذا. فهذه بتنكتب بالصيغه هذه، باجي احكي له داي منشنز، اتكلم لاي اخذها بس صح، لانه انا ممكن نغلط فيها. تمام. وجدت نقطتين بتبعت بارامترز. مثلا باجي احكي له انا المين، ممكن نتكلم على ماكس، الماكس height max height يساوي مثلا 500 بيكسل. طبعا احنا بنتكلم بدي احدد الماكس ويث، برضه نفس الشيء بحكي له ماكس اندرسكور ويث يساوي مثلا 800. بدي احط مينيمم برضه عشان ما يحط ليش يعني الصوره تكون صغيره كثير، فممكن احط برضه مينيمم. يعني ممكن تلاحظ بحط بحدد انا كل الابعاد اللي انا بدي اياها. لو بدي اشتغل بابعاد بالضبط تيبيكال، يعني الصوره يرفع ليها 200 في 200، فبحكي له ويث 200 وهايت 200، مش ماكس، يعني بشيل هذه هيك بخليها هايت ويث. فهيك لازم يكون بالضبط 500 بكسل وبالضبط 800 بكسل الويث. تمام. فانت عندك الحريه تحدد الدايمنشنز اللي بدك اياها. فانت ساعتها طبعا مرات صعب برضه، ممكن البكسل يفرق، يعني تلطى 501 او 8، اظل اعطي له فاليديشن ايرور عشان 501 وكذا او اقل، فيمكن تشتغلوا على الماكس او المين بيكون افضل. هذه الصورة اللي احنا فعليا حاولنا نرفعها قبل شوية، ايش ابعادها؟ هذه ابعادها 1086 و724. ماشي، يبقى قلت انا حيعطيني فاليديشن ابعاد. خلينا نجرب، نرجع هنا نعمل ايديت لواحد منهم. احنا التعديل هذا عملناه وين؟ في الكريت في الستور. يبقى خلينا ننشئ شيء جديد، هاي كريت، ونختار ملف اللي هو هذا. يفترض حسب الدايمنشنز
يعطيني ايرور عليها invalid dimensions. تمام، ما اعطانيش بالضبط التفاصيل. طيب فهيك احنا شفنا كيف نعمل فاليديشن على الداتا، وبالتالي انا عندي لاحظوا انا عندي موسوعه كبيره من الفاليديشن رولز الجاهزه، يعني غالبا مش هحتاج انه انا اعرف يعني هنا اغلب الفاليديشن رولز اللي انا بحتاجها هلاقيها موجوده. مثلا تتحقق انه الحقل من نوع تاريخ فعندي ديت، انه ايميل لو انا عندي حقل للايميل ففي عندي برضه فاليديشن للايميل وين موجود تحت هي. تمام، اليو ار ال انه هو حاطط لي رابط، تايم زون ستارت وذ يعني كلمه بتبدا بكذا لازم يكون كاتب لي اياها. ففي عندي مجموعه كبيره من الفاليديشن اللي انا ممكن استخدمها. التواريخ بيفور يعني لو حدا دخل لي تاريخ، بس انا بقول له التاريخ لازم يكون قبل هذا التاريخ، يعني مثلا في تاريخ الميلاد بده يكون تاريخ الميلاد قبل تاريخ اليوم، ما ينفعش يقول لي تاريخ انه انا اليوم امبارح او بكره مولود مثلا. ففي فاليديشن رول ممكن تساعدني في الموضوع زي هذا، زي بيفور ديت، هذا بيفور بعطي له قيمه الديت. يعني مثلا مثلا لو انا هذا الكونتنت لو كان من نوع ديت فممكن احكي له زي هيك بيفور واحدد له التاريخ. طبعا التواريخ يفضل تنكتب بالصيغه هذه، تاريخ اليوم ايش هو؟ احنا 12، انه لازم يكون التاريخ قبل تاريخ 7/12/2020 في الحاله هذه. طبعا هنا لازم عشان يظبط البيفور يكون نوع الحقل اصلا او الفاليديشن تبعي ايش هو؟ ديت. طيب الان هذا الفاليديشن رولز اللي احنا ضفناها، طبعا لو انا عندي حقول كثيره فانا عندي مجموعه من الفاليديشن، كل حقل زي ما حكينا بضيف له الفاليديشن رول، سواء ضفتهم كسترينج او ممكن اضيفهم كاري. كيف؟ انه انا بعمل اري للفاليديشن رولز بحيث انه كل رول بتكون في عنصر في الاري، يعني الريكوايرد هاي اول رول عنصر في الاري، المينيم الايمج اللي هي رول ثانيه هاي. صرت ايش اسوي هنا؟ بدل ما استخدم الفيرتيكال سيبريتور صار كل رول هي اليمنت في الاري، عنصر لحالها في الاري، فسواء استخدمت كسترينج او بعتهم كاري. مرات كاري بيكون يعني الكود بتتحكم فيه اكثر من موضوع طبعا هذه كلها تعتبر شرول واحده بالشكل هذا، فسواء استخدمت طريقه السترينج او طريقه الاري التنتين valid. طيب الان بصير انه احنا فعليا هذا الفاليديشن رول اللي انا عامله في الستور هو نفس الفاليديشن رول اللي انا عامله في الابديت. طبعا يمكن عشان حقلين بسيطه، لا صار عندي اختلاف. لاحظوا انا لما غيرت في الفاليديشن رول تبعت اللي هنا صار قلت لازم اروح انسخ هذا الكود واكرره لوين؟ للابديت. يعني بس معناته كل مره بدك تعمل تعديل على الفاليديشن رولز بدك تروح على المكانين تبع الستور وتبع الابديت وتعدل شغله زي هيك عشان انت ما تتغلبش وما تنساش، يعني تروح تعدل في الستور وتنسى تعدل في الابديت. بدك تحاول دائما تشتغل بشيء مركزي، يعني اي شيء متكرر تحاول تستدعيه بطريقه او تكتبه مره واحده وتستدعيه في الاماكن اللي انت بتحتاجها. مثلا احنا ممكن الوقت ننشئ فاليديتور اوبجكت، بدل ما نحكي ريكوست فاليديت على طول، احنا ممكن ننشئ فاليديتور اوبجكت. فمثلا من الطرق اللي انا بعملها، انا ممكن اجي على مستوى الكنترولر اعرف ميثود كبروتكتد مثلا فانكشن اسميها مثلا فاليديتور، عشان هذه هستخدمها في عمليه الفاليديشن. الفاليديتور هذا ممكن انا معناته الكود اللي انا عملته هنا احطه هنا. طبعا هذا معناته ايش بيحتاج مني؟ ابعت له مين؟ الريكوست. يبقى انا مثلا معناته الفاليديتور فانكشن هذه ممكن تاخذ كبارامتر الريكوست. لما بدي اجي استدعي هذه الفانكشن باجي هنا في المنطقه هذه اللي انا كنت اطبقها مباشره اجي احكي له ايش؟ ذس، لانه موجود في نفس الكلاس تبع الكنترولر، واستدعي الميثود اللي احنا سميناها فاليديتور. طبعا في ذس فاليديت جاهزه هذه، بس هذه ذس فاليديت هي شبيهه بالريكوست فاليديت. بس الفرق ايش الفرق ما بين الريكوست فاليديت اللي احنا استخدمناها
وفي عندي this validator. طبعا this validator مش اللي انا عملتها، انا هناك نسميها validator عشان بس نميز بيناتهم. this validator هي نفس الrequest validator، لكن الفرق انه هذا this validator بتاخد الrequest object وبتاخد الرولز. يعني الرولز اللي احنا كنا كاتبينه هنا في الفاليديت، مش كنا حاطين array فيها رولز؟ انا هنا في this validator ببعت الريكوست مع الرولز، يعني نفس الشيء. بس طب هنا ليش ما بعتناش الريكوست؟ لانه انا بتعامل مع الريكوست نفسه. هنا في this انا مش عارف مين الريكوست بدي اتعامل معه، فبنروح نبعت الريكوست نفسه. التنتين بيعطوني نفس الناتج. طيب هكذا اللي هنعمله، انه انا هستدعي this validator تبعنا، هاي الفاليديتور تبعنا، ونبعت له الريكوست، لانه احنا طالب تحت انه انا ابعت له الفاليديتور الريكوست. طبعا هذا ايش بتسوي اول ما استدعيها؟ حتنفذ الكود اللي هنا. تمام؟ وهذا طبعا حصير صديق، بس وبالتالي صار انا عندي المكان اللي بعرف فيه الرولز مكان واحد، بدل ما كنت احطهم في اكثر من مكان، صار انا عندي مكان واحد. فلو جينا هنا عملنا ابديت نفس الشيء خلاص، يعني ما فيش شيء تغير علينا. بس اللي صار انه صار بالنسبه لي لما بدي اغير اي رولز بغيرها في مكان مش واحد، بدل ما اغيرها في مكانين. طيب اجيت انا ممكن الفاليديتور بدل ما هي تعمل الفاليديشن اخليها ترجع لي اوبجكت الفاليديتور، وانا هناك استدعي الفاليديت. يعني انا بديش استدعي الفاليديشن هنا، انا ممكن اخلي هذه ترجع لي بس الفاليديتور اوبجكت نفسه، ولما احتاجه بستدعيه. تمام؟ هنا احنا بنستدعي الفاليديشن على طول، بننفذ الفاليديشن. اكيد انا هغير الكود بحيث انه انا ارجع فاليديتور اوبجكت. الفاليديتور اوبجكت كيف بننشئه؟ في عندنا فاكيد اسمها فاليديتور. فاليديتور هي تابعة للإليومينيت سبورت فاكيتس اللي هو السطر هذا. الفاليديتور فاكيت هذا بيحتوي على ميثود، أو حستدي ميثود اسمها ميك. الميك هذه بستخدمها عشان أعمل الفاليديشن أوبجكت. إيش بتاخد الميك؟ بتاخد على الأقل الداتا والرولز، يعني حتاخد الداتا اللي بدعم عليها الفاليديشن والرولز تبعت الفاليديشن. الداتا من وين حنجيبها؟ من الريكوست. بس مش هنبعت الريكوست اوبجكت، هو بدوش الريكوست، هو بده الداتا. فايش بنحكي له؟ ريكوست اول، هات لي كل الداتا اللي في الريكوست. بالضبط. وهنا الاري بتاعت الفاليديشن هي هذه. الان انا هنا رجعت، هعمل ريتيرن للناتج تبعها. انا هيك رجعت الفاليديتور اوبجكت نفسه، ما عملتش فاليديت لسه، بس رجعت الفاليديتور اوبجكت. فلو رجعنا للكود تبعنا وعملنا سبميت، على طول الفاليديشن ما اشتغلش. تمام؟ فقال لي انت بتحاول تضيف كونتنت نال، لانه انا الفاليديتور صارت ترجع الفاليديتور اوبجكت لما انا استدعيتها في الستور، هي رجعت لي الفاليديتور اوبجكت. الفاليديتور اوبجكت هذا خلينا نستقبله في فاريبل، لانه هذه حترجع لي زي ما حكينا الفاليديتور اوبجكت، خلينا نستقبله في فاريبل. هذا الفاليديتور انا ممكن استخدمه هالوقت عشان انا اعمل الفاليديشن وقت ما بدي. مثلا ممكن على طول احكي له الفاليديتور اوبجكت تبعي هذا فاليديت، بس بدون ما بعد حاجه. الفاليديت ايش حتعمل؟ نفس شغل الريكوست فاليديت. لا، ما هو احنا لما انشانا الفاليديتور مش بعتنا الداتا وبعتنا الرول جاهز، فبحكي له ايش على طول؟ فاليديت. الفاليديت حتشتغل زي ريكوست فاليديت. تمام؟ فلو انا عملت ريفرش هيعمل سبميت للداتا وهيستنفذ الفاليديت. طب انا بديش يعني يعمل زي هيك، يعني بديش يرجعني على الصفحه مع رساله الخطا، او انا بدي اعمل تشيك من عندي يدوي، فانا ممكن هنا عندي ميثود اسمها فاليديتور فيلز. ايش بتعمل هذه الفيلز؟ بترجع لي ترو او فولس. اذا في مشكله في الفاليديشن فالفيلز حترجع لي ترو، فيش مشكله حترجع لي فولس. فهذه طبعا لو بدي استخدمها هستخدمها داخل جمله اف ستيتمنت. يعني اذا كان عندي هنا هذا معناه اف فاليديتور فيلز، يعني اذا في خطا في الفاليديشن ايش بدي اسوي؟ احدد مثلا ممكن اعمل ابورت مثلا، ولو انه مش صح بس كتوضيح، ابورت لخطا من نوع 500، انه يعني في عندي ايرور.
او مثلا ابورت لخطأ 422، مش لا هي الاخطاء دي مش هيتعمل معها، بس اظن ايرور 500 هيظبط. مع مسج مثلا ممكن نكتب فاليديشن ايرور، مش عارف هتظبط او لا هذه الحركه. نجرب ابديت بوست سيرفر ايرور، هي ال 500 الثانيه اللي دائما السيرفر ايرور. فهنا صار انه طلعت رساله عامه، طبعا مش منطق الحركه اللي انا عملتها، لكن كتوضيح انه انا الفاليديتور هذا ممكن اعمل عليه تشيك على الفيلز وبناء عليه اقرر ايش اعمل. طبعا لو بدا رسائل الخطا ممكن اخذها من وين؟ برضه الفاليديتور اذا في حاله الفيل فاليديتورز جيت ايرورز اعتقد او مسجز او ايرورز اعتقد ايرورز. هذه الفانكشن بترجع لي كل الايرورز اللي في الفاليديتور، يعني معناته انا هنا بدل ما كنت عامل ريتيرن فانا ممكن اوقف الابورت واجي اعمل هنا زي جمله ريتيرن، هيرجع هنا نص او ايش يعني مش فيو، بس هنشوف انه في الريتيرن تبعت الفاليديتور تبعنا استدعينا الايرورز راحت رجعت لي كل الاخطاء اللي صارت. طبعا هنشوفها بشكل زي كده، هيها هذا كود جيسون هنتكلم عنه في الاي بي ايز، بس هي اعطاني انه الكونتنت هاي القيمه تبعته والايمج هاي الخطا تبعه. فلو انا مثلا بدي احصل على الايرورز اللي صارت ممكن استدعي فاليديت ايرورز بيرجع لي اري فيها رسائل الخطا. طب فعليا ايش اللي بيصير؟ احنا اتفقنا لما استدعينا الفاليديت، لما قلنا له احنا هنا فاليديتور فاليديت او ريكوست فاليديت او ذس فاليديت، ايش اللي بيصير؟ زي ما حكينا بصير لو في صار عندي خطا بصير ثرو لاكسبشن، واللارفل اللي تعمل الكاتش لهذا الاكسبشن وبناء عليه بتروح ترجع المستخدم للصفحه اللي كان موجود فيها مع رسائل الخطا. هذه العمليه بتصير كالتالي، لو انا بدي اطبقها يدويا يعني انا بدي اكيد اعمل نفس الكود اللي بنعمل في الفاليديت، اللي بصير انه ما بيعمل تشيك على موضوع الفيلز. اذا في فيلز بروح اعمل ريتيرن بدي ارجع اليوزر للصفحه اللي موجود اللي كان هو فيها، فايش بحكي له؟ ريتيرن ريدايركت اللي اخذناها المره الماضيه. بس في الريدايركت في عندي ميثود اسمها باك، ريدايركت باك بقول له رجعني على الصفحه السابقه. طبعا لما استدعي الريدايركت زي هيك بدون ما ابعت جواها حاجه، احنا هنا كنا نبعت ريدايركت ونبعت الراوت، تمام؟ لما استدعي الريدايركت بدون اي بارامتر بترجع لي الاوبجكت تبع الريدايركت، عشان هيك لاحظوا حطيت سهم بعد الفانكشن لانه هذه الفانكشن رجعت لي اوبجكت، تمام؟ لو تشوفوا صيغه زي هيك ما تستغربوش، هذا معناته هذه الفانكشن رجعت لي اوبجكت، وانا الاوبجكت بيحتوي على ميثود مثلا اسمها باك. طب خلينا نشوف، هاي ريفرش سند رجعني على الصفحه اللي كنت فيها، طبعا بس بدون رسائل الخطا، لانه انا فعليا لما قلت له ارجع على الصفحه اللي فيها ما تطخش ايش الخطا اللي صار. فبدنا نيجي نحكي له ايش؟ بحكي له هنا with errors، بحكي له ايش؟ with errors. طب with errors ايش بتاخذ؟ بتاخذ الفاليديتور اوبجكت، لانه هذه with errors هتروح تاخذ الاخطاء من الاوبجكت تبعي اللي هي باستخدام الفاليديتور errors اللي احنا شفناها، عشان بعتنا لها ايش؟ الفاليديتور اوبجكت. انا لما اجي مره ثانيه هاي اعمل سبميت رجعت مع الاخطاء. هذا اللي بتعمله فعليا اللارافيل باستخدام الفاليديت، هذا احنا عملناه هنا يدويا. فاذا انا هعمل نفس الكلام ما فيش داعي اكتب الكود، لا خلاص بستدعي فاليديت. طيب مبدئيا هنستدعي فاليديت هنا، هنوقف هذا لانه هحكي هنيجي نوضحه في شيء ثاني. وهنا طبعا معناته في الابديت فاليديتور رجع لي الاوبجكت تبع الفاليديتور، فاحكي له على طول ايش؟ فاليديت، يعني ممكن احطه في فاريبل، ممكن على طول هذه الفانكشن هترجع لي الفاليديتور واستدعيت عليها الفاليديت. طب في الوضع الطبيعي لو انا عندي فاليديشن ايرور، مثلا هنا انا كتبت قيمه هذه القيمه فيها ايرور وعملت سيف، هنا طبعا مفترض سيف مش ابديت، يفترض انا ايش كنت كاتب في الفورم يرجع، لاحظوا ايش بيصير، هو بيختفي. مفترض القيمه اللي انا كنت حاططها في الحقل ترجع زي ما كانت، لانه لو انا عندي فورم كبير وكل خطا بدي اروح امسح الفورم للمستخدم هيبطل يعبي الفورم.
تمام عشان خطأ صغير يلاقي الفورم تبعه مواقع اليوم. هذه عاد خطأ، هذه يعني كيوزر اكسبيرينس سيئة جدا. يعني تخيل عندي فورم كبير عشان نسيت حق الواحد لما عملت سبميت راح رجع لي الفورم فاضي مع رسالة خطأ انه انت ناسي تكتب القيمة هذه. طبعا مش منطق. عشان هيك من الشغلات المهمة في موضوع الفاليديشن ان انا احافظ على القيمة اللي كان مدخلها اليوزر اذا انا رجعته من عملية فاليديشن. برضو اللارافيل لحسن الحظ انه وفرت لي شغلة سهلة للقصة هذه. الشغلة هذه بتتم انه اللارافيل لما تحولني، احنا طبعا تو فهمنا المفهوم تبع الفاليديشن، لما يصير عندي اكسبشن بتحولني على الصفحة اللي انا كنت فيها مع رسائل الخطأ ومع الانبوت السابق، فبيسموه الاولد ريكويست. يعني ايش كان الريكويست السابق، كان ايش في داتا، فبيرجع لي على الصفحه مع الاولد ريكويست. الاولد ريكويست عشان نعرض بياناته، تمام، احنا وين المفروض نعرض المحتوى السابق؟ في المنطقه هذه. يعني مثلا الكونتنت حيكون في المنطقه هذه، صح؟ يعني هنا بطبع القيم مثلا قيمه البوست. طبعا البوست لما انا بكون عامل كرييت الكونتنت فاضي، فكل مرة حيدخل على الصفحة حيحاول يجيب قيمة البوست مش القيمة اللي كانت مدخلة سابقا في الفورم. هنستبدل البوست هذه بفانكشن اسمها old. هذه old بعطيها اسم الحقل، بقول له هات لي old تبع الكونتنت. فايش بتعمل؟ بتجيب القيمة السابقة اللي كانت مخزنة او كان اللي تم ارسالها في الريكوست لهذا الحقل. بتجيب لي القيمة السابقة لهذا الحقل اللي كان في الريكوست. نجرب هاي اف ابديت او سيف، هاي الافضل لك موجودة. خلصنا تمام. فبس نحكي old واسم الحقل. لو عندي حقل تاني مثلا لو الايمج، طبعا الايمج ما فيش داعي نعرض الاولد لانه هيك هيك مش حيحمل الصوره تاني فلازم يختارها، بس مثلا الحقول تانيه لازم نحطها. طبعا لو كان عندي حقل نصي كتوضيح مش اكثر، لو انا عندي حقل هنا مثلا نصي مسميه انا التايتل على سبيل المثال، طبعا مش حيكون له روز، وطبعا حيكون من نوع مش تكست زي حنعمله من نوع انبوت والتايب تبعه تكست. فيش عندي تذكرة التكست اريا هذه، فيش عندي هذا. طبعا هنا نحط الايرورز تبع مين؟ تبع الحقل اسمه تايتل، صار اسمه الحقل تايتل. هنا تايتل، خلينا نسمي هذا تايتل مبدئيا. صار عندي الفورم هاي شكله تايتل بوست وايمج. الان طبعا التايتل خلينا نحط عليه فاليديشن، هو مش محتاجينه بس كتوضيح لفكره. نيجي نعمل برضه هنا حقل اسمه تايتل، الفاليديشن تبعه بس خليه ريكوايرد بكفي. طبعا نيجي نعمل ندخل بيانات اللي انا استخدمت عندها الاولد ظهرت، التايتل لاني مش مستخدم الها الاولد اختفى اللي كنت كاتبه بداخلها. طب ايش الحل؟ برضه بدنا نستخدم الاولد. وين حنحط الاولد؟ اي قيمه بدي اياها تظهر جوا الحقل بنحط داخل الفاليو. عشان هيك حنضيف الاتريبيوت تبع الفاليو ونحكي هنا old للحقل اللي اسمه title. طيب لقيت لو مرة تانية update هيضل حافظ على القيمة. طيب ال validation هنحكي انه جاهز، خلينا نروح على صفحة ال edit. لو جيت اعمل edit هكذا احنا عشان مستخدمين نفس الفور، فصار لما ادخل هنا بطل يجيب لي حكيت انا بدي اعمل ايديت لهذا القيمه. ايديت يفترض في الكونتنت ايش يعرض لي؟ هذا النص. لما دخلت عليه راح، ليش؟ لانه احنا استبدلناه بالاولد، والاولد طبعا اذا كان في ريكوست سابق بيجيب لي المحتوى اللي فيه، ما كانش في ريكوست سابق مش حيجيب لي حاجه. طب ايش الحل؟ الحل ممكن نعمل اف else بس مش محتاجين، ممكن نعمل شيء اسهل من الاف else. الاولد هذه بتاخذ بارامتر ثاني اللي هو الديفولت فاليو، يعني لو ما كانش في عندي كونتنت سابق ايش بدي اعرض؟ قيمه معينه او بدي ارجع الديفولت فاليو. فلو انا حطيت قيمه من عندي مثلا هاي السيز هذول في الاولد، اول ما ادخل هنا لانه فيش عندي ريكوست سابق هيحط لي مين؟ سي.
طب انا بدل ما اجيب احط نص ثابت من وين اجيب النص الديفولت؟ من البوست. يعني هنا هستبدل هذه باللي كنت حاطه اصلا من البدايه اللي هو البوست كونتنت. فبصير كالتالي، اذا انا اول مره ادخل على الفورم مش حيكون في عندي اولد للكونتنت، فحيجيب لي القيمه من وين؟ من البوست كونتنت. لكن انا عملت سبميت للفورم حيكون في عندي قيمه للاولد، فحبقى حيعرض القيمه اللي كانت مدخله في الفورم، وهذه هي الطريقه الصح. لما نيجي مره حنيجي ندخل ريفرش، هاي جاب قيمه البوست. رحت انا عدلت وعملت ابديت، مش حيجيب لي قيمه البوست السابقه، لا حيجيب لي القيمه اللي كان يعدل عليها. وهذا المنطق. احنا في الاول كان يرجع لي القيمه السابقه تاعت البوست في الابديت، وفي الايديت كان او في الكريت كان يرجع لي الحق الفاضي. اجيت الاولد حلت لي القصتين. يعني انا بعمل اولد فبحكي له اذا كان في قيمه في الاولد موجوده بترجعها، غير هيك بترجع القيمه اللي انا بحط لك اياها في الديفولت. وعاده من لو كانت فورم للايديت فبتكون القيمه اللي انا بدي اجيبها من الداتابيس، يعني من البوست موديل تبعنا. نفس الكلام بينطبق في التايتل، بس احنا فعليا ما فيش عندي حاجه اسمها بوست تايتل، فما مش هنعملها. احنا بس هنا بهدف توضيح انه في التكست اريا القيمه بتكون محصوره ما بين التاج وتسكيره التاج. بالنسبه لباقي انواع الانبوتس فالقيمه تبعتي بتكون في الفاليو اتريبيوت. اوكي نمسح هذا الكلام. طيب قلت لو رجعنا الكلام حكيت تقريبا احنا كفيو جاهز. لو رجعنا للكنترولر عشان برضه احنا نوضح مفاهيم ممكن تحتاجوها وانتم بتشتغلوا، قلت ما بلزمنيش اعمل فاليديشن على التايتل. نرجع للجزئيه اللي عملناها هنا اليدويه، هذه الفاليديشن اليدوي. احنا اتفقنا هذا الفاليديشن اشتغل معنا قبل شويه صح؟ هذا طبعا وين في حاله الستور انا مطبقه. خلينا نروح نعمل كرييت وندخل بيانات بس بدون فاليديشن ونعمل ابديت. الاولد يفترض ايش تسوي؟ ترجع لي الريكوست السابق، ما رجعت. طبعا هي لو انا اشتغلت على الفاليديتور الاصلي هذا حترجع، عشان برضه نتاكد. هاي ابديت اشتغل الاصلي فرجعها. لقيت لما انا اشتغلت بطريقتي انا هي الطريقة اليدوية، خلينا نحكي اليدوية تمام، وحطيت قيم فالاولد ما جابت لي القيمة هذه. ليش؟ تعمل ريتيرن للصفحة نفسها بالضبط. قلت احنا عملنا ريتيرن باك ويز ايرورز. حكيت لو انا بدي ارجع، لما انا بدي اعمل ريدايركت من صفحة لصفحة وبدي ابعت للصفحة هذه الاولد ريكويست، يبقى لازم احكي له هنا كمان اضافة ويز انبوتس. يعني بقول له لما بدي ارجعك على الصفحه هذه بدي ارجعك مع رساله الخطا ومع الانبوت اللي كان مدخل سابقا، هيك الاولد حتشتغل. فهذه النقطه مهمه انه انا لما اعمل ريدايركت فانا ممكن ابعت ايش في داتا سابقه كانت معمول لها سبميت ابعتها مع عمليه الريدايركت باستخدام ويد انبوت هذه. الان بدون هذا الفايل ابديت، هاي الاولد اشتغلت تمام. فهي فعليا هذا اللارافيل اللي بتعمل الخطوه هذه بالضبط، يعني اللارافيل اللي بتعمل هذا الكلام من لما انا استدعي الفاليديت هي بتعمل هذا الكود اللي هنا. فاحنا ما بنحتاجه لكن هنخليه. طبعا هذا اللي انا جاي في الاول هذا اللي حيتنفذ، مش هذا اللي حيتنفذ، هذا مش حيتنفذ لانه هذه حتعمل اكسبشن اصلا، فالكود اللي تحت حيقفل مش حيتنفذ تمام. فلو انا ما عملت لهاش كومنت يعني عادي مش حتتنفذ عشان يضل بس كريفرنس لكم وتشوفوه. هذا فيما يتعلق في موضوع الفاليديشن. طيب حكيت من ميزات الفاليديشن هذه اللي انا بنيتها انه انا ممكن اخصص، لما انا انشات الفاليديتور اوبجكت ممكن اخصص رسائل الخطا. حكيت الرسائل الخطا اللي بترجع مش انا بتحكم فيها، اللارافيل هي بترجعها. طب فرض انا بدي اغير رساله الخطا، فانا بامكاني في البارامتر التالي. حكيت اول بارامتر كان الداتا، ثاني بارامتر هو كان الرولز. البارامتر الثالث اللي هو الاوبشنال هذا ممكن ابعث له اري بالمسجز. يعني في حاله الريكوايرد بدي ارجع رساله مثلا بالعربي هذا الحقل مطلوب. فايش بسوي هنا؟ في البارامتر الثالث هي عباره عن الرسائل،
بصير احدد كل فاليديشن رول ايش نص الرساله تبعها. مثلا required هي نص الرساله تبعها، فسواء للكونتنت او الايمج هي نص الرساله تبعها. الان لو انا جيت عملت فاليديشن ما بعتش مثلا البوست، عملت ابديت اجت الرساله تبعتي، فانا ممكن اعمل تخصيص للرساله هذه. ممكن استخدم بعض الفاريبلز، مثلا ممكن احكي الحقل، لو بدنا نضلنا بالعربي، نقطتين اتريبيوت مطلوب، نط بعدين لان هذا يعتبر زي فاريبل حيتم استبداله باسم الحقل، فهيطلع لي الحقل كونتنت مطلوب، هيك حتطلع الكلمه. لو انا بدي استخدم رساله واخلي في الرساله هذا ينط باسم الحقل، فبدي استخدم هذا الفاريبل اللي اسمه نقطتين اتريبيوت. هنعمل فاليديشن مره ثانيه، الحقل كونتنت مطلوب، الحقل ايمج مطلوب، وطلع لي هنا بشكل صريح. نفس الكلام مثلا في المين، بدي احط رساله خاصه للمين، فبروح انشئ كمان في نفس الاري تاعت المسجز، بقول له المين فاليديشن حيكون مثلا برضه رساله انا بحددها، القيمه اقل من، ولو حكينا اعتقد فاليو تمام، خلينا نجرب، مش هتطلع الرساله القيمه، الفاليو ما لهاش معنى، بس في انا بدي احط القيمه تاعت ال 255 هذه، مش متذكر ايش اسم الاتريبيوت تبعها، ممكن نجيبه من وين؟ لقيت رسائل الخطا هذه كلها وين بنلاقيها؟ بالانجليزي طبعا اللي بتظهر لي كانت في الريسورسز، في عندي حق مجلد اسمه لانج، في اللانج حلاقي في عندي ملف او فولدر اسمه اي ان اللي هو الانجلش، في عندي فاليديشن دوت بي اتش بي، هذا الفايل، هذا فعليا حلاقي فيه كل رسائل الخطا اللي ظهرت لي بالانجلش. مثلا هاي الريكوايرد، هاي المين تمام. طبعا المين في حال انه نمرك بيطلع رساله معينه، في حال اذا كان فايل اتفقنا المين هذه تستخدم في حاله الانتجر والسترنج والفايل، ففي كل نوع فاليديشن له رساله. هنا بنعطي له اسم الاتريبيوت نفسه، اسم اللي هو الفاليديشن نفسه، صحيح. يعني هي بدنا نطلع على الفايل، مثلا هنا values، يعني حسب كل واحدة لها طريقة، فأنت ممكن تاخذ أسماءها من الملف هذا تستفيد منها. فإحنا فعليا ممكن أجي أحكي له هنا بدل value من، لأنه هي فلما أجي أعمل زي هيك القيمة أقل من 10، فإحنا لازم نكون على الأقل، فأنا بصير أحدد رسائل الخطأ. طب أنا ممكن أشتغل على مستوى الحقل، يعني انا مثلا انا عندي هنا required وعندي هنا required، بدي رساله الريكوايرد تبعت الكونتنت تختلف عن رساله الريكوايرد تبعت الايمج. هنا بنحكي كونتنت دوت اسم الحقل دوت الفاليديشن رول تمام. فلو ما دخلناش قيم بتاعت اللي انا عدلتها للكونتنت طلعت بالعربي، اللي انا ما عدلتهاش للايمج اخذت الديفولت، فانا ممكن حتى اخصص الرساله تاعت الفاليديشن على مستوى الحقل نفسه بالطريقه دي، بحكي له الاسم الحقل دوت اسم الرول تمام. فهيك انا بعمل كاستمايز لموضوع المسجز اللي انا برجعها. لو انا ما بعت المسجز بياخذ الديفولت مسجز الموجوده في ملف الفاليديشن هذا، فانت عندك الحريه انك تعدل هنا اساسا عشان ما تضلكش تعدل مع كل فاليديتور، بتكاش كنا تعمل فاليديت وتحط الرسائل كاستم، اذا انت بدك اياه على مستوى كل ابلكيشن تبعك عدل في الملف هذا مباشره. في ملف جاهز، هو جاهز هذا الملف، عدل عليه. العربي قصدك التعريب، ماشي. احنا كده بنتكلم في موضوع اللغات، لو تصير عندي الموقع عربي انجليزي انا ممكن اعرض رساله بالانجليزي وممكن اعرض رسائل بالعربي، فانت بتحتاج ساعتها ملف الترجمه، بدك تحافظ على الملف هذا وتعمل ملف ترجمه. لكن لو احنا بدنا نحكي اصلا النصوص هذه بالانجليزي انا بدي اغيرها، يعني ما بديش الرسائل هذه، بدي اغير نصها، فبدك تغير مباشره هنا.
تمام. طبعا مش هتغير على الكي، الكي ثابت، اللي هتغيره هنا في الفاليو اللي هي بتاعت نص الرساله. فانت عندك الحريه الكامله تغيرها، مش حي لارافيل مش هيمنعك تغير تغير هنا. طيب في بعض الاحيان بلزمك، عشان احنا اليوم يعني نسكر في موضوع الفاليديشن بشكل كامل، بعض الاحيان احنا شفنا انه لارافيل موفالي مجموعه من الفاليديشن رولز الجاهزه، لكن في بعض الاحيان بلاقي انه انا في رولز انا بدي اعملها كاستم، كاستم رول يعني فاليديشن خاص فيه مش من ضمن الموجوده هنا. مثلا لما نتكلم على فاليديشن للتحقق من رقم الهويه، تمام، طبعا في الجوريثم عمليه انه لو وصلنا رقم هويه اتاكد ان هذا الرقم هويه صحيح او خطا، مش بس عقلت انه يكون طوله 9 كاركترز او 9 ديجيتس، لا في فعليا الجوريثم معين للموضوع هذا. فلو انت بدك تعمل رول لشغله زي هيك، انت بدك تبني هذا الرول، تمام. احنا حنبني رول يعني بس كتوضيح كيف انا اعمل كاستم رول. اكيد عمليه انشاء كاستم رول يعني رول غير هدول لها عده طرق، تمام. انت عندك الحريه الكامله تستخدم الطريقه اللي بدك اياها. انا مثلا ممكن نيجي الرول لو انا عامل رول بس على مستوى هذا الفاليديتور، فانا ممكن اعرف الرول مباشره هنا، يعني مثلا على الكونتنت بدي اعمل انا رول مثلا انه الكونتنت ما يحتويش على كلمه معينه مثلا كمثال توضيحي. فانا ممكن اضيف هنا للكونتنت كاستم رول، لقيت عشان اقدر اضيف كاستم رول لانه مش حيكون لها اسم جاهز، ففي الحاله هذه افضل حال انه انا ابعث الرول تبعتي على شكل اري مش على شكل سترينج. فبدنا نعدل هنا، نحكي هاي الاري، هاي الريكوايرد هو اول بارامتر، المين هو ثاني بارامتر او ثاني عنصر، والماكس هو العنصر الثالث، واخر شيء سترينج. طبعا يفضل كتوضيح انه هو ديفولت بيعتبر السترينج دائما، بس يفضل في حاله زي كده تحط السترينج قبل المين والماكس كترتيب لفل فاليديشن، عشان يعتبر المين كسترينج مش كشيء ثاني. طب هاي الرولز خلينا نحطهم كل واحده برضه كعناصر، كل واحده في سطر برضه كترتيب، وهاي الرولز تبعت الكونتنت والايمج، هاي الرولز تبعتها تحت. الان بدي اضيف انا رول خاصه. عشان اضيف رول خاصه انا ممكن اعرف الرول في الاري كفانكشن، يعني ابعت فانكشن، طبعا كلوجر فانكشن تعتبر. هذه الفانكشن اللي هيستدعيها طبعا مين؟ الفاليديتور. هيبعت لي هو لما يستدعيها هيبعت لي ثلاث قيم، هيبعت لي الاتريبيوت اللي هو اسم الحقل اللي هو بيعمل عليه التحقق، طبعا الاتريبيوت هيكون اسمه دائما ايش؟ كونتنت. وهيبعت لي الفاليو اللي هي القيمة اللي وصلته في الكونتنت، يعني القيمة اللي وصلته من الفورم هيبعت لي اياها في متغير اسمه فاليو. ما هو لقيت الريكوست للكونتنت فهو هيمرر لي القيمة، تمام، فبعت لي اياها في فاريبل اسمه فاليو. والبارامتر الأخير هو الفيل. الفيل هذه فعليا عبارة عن فانكشن، تمام. بشكل عام الفانكشن تاعت الفاليديشن هذه هتستقبل ثلاثة بارامترز. البارامتر الأول هو اسم الاتريبيوت، البارامتر الثاني هو القيمة تبعت الحقل، والقيمة الثالثة هي الفيل. هذه الفيل فانكشن، هذه وظيفتها، قد حنشوف ايش وظيفتها. الآن مثلا أنا بدي أعمل سمبل فاليديشن، إنه أنا إذا في كلمة معينة وجدت في الحقل بدي أعتبر إنه في عندي ايرور فاليديشن. فايش باجي أعمل هنا؟ بدي أقارن، طبعا ممكن أستخدم فانكشن زي الـ str position. هذه الفانكشن بتسمح لي أبحث داخل string، تمام؟ ببعث لها السترينج نفسه، السترينج نفسه هو مين؟ هو الفاليو اللي وصلني من عمليه من الفور. بدي ابحث اذا جوا السترينج موجود مثلا كلمه زي كلمه God. انا مثلا بدي امنع اي بوست بيحتوي على الكلمه هذه، تمام؟ طبعا الاسيار بوزيشن ايش بتسوي؟ اذا كان القيمه هذه موجوده في السترينج اللي انا بعته هترجع لي ترو، او حاليا مش ترجع لي ترو، هترجع لي البوزيشن تبع وين موجود جوا السترينج، يعني اول كاركتر، ثاني كاركتر، ثالث كاركتر، وهكذا. اذا مش موجود حترجع لي بوليان فولس. معناته انا بدي اقارن اذا كان الناتج تبع الاس ار بوزيشن لا يساوي يساوي فولس. طبعا ليش انا عملت لا يساوي يساوي؟ لانه لو رجع لي الصفر يعني موجود، صح؟
يبقى تعتبره ايش؟ فيل. يعني هنا قلت لا يساوي سبعة ايش؟ يعني هذه الكلمة لقاها في النص. ايش بدي اعمل هنا؟ يبقى في عندي هنا validation error. عشان احكي انه في validation error راح استدعي الفيل function اللي هو بعت لي اياها. حكينا هذا variable بس فعليا هو عبارة عن function، عشان هيك استدعيته بطريقة الفانكشن. وجواه بحط رسالة الخطأ اللي انا بدي اياها. مثلا you can not use this word، مثلا هي كلمة cut. فانا هنا عملت يعني الفيل نفسه لما استدعيها انا حطيت في قلبها الرسالة اللي حترجع في الفاليديشن. طيب نفحص الان موضوع الفاليديشن ايرور هذا. فلو جينا هان كتبنا نص طبيعي اكثر من 10، حطينا كلمة قط في النص وكملنا، افترض الفانكشن اللي عملناها تمنع تمنعني، فهنعمل ابديت وهي الرسالة تبعتنا. تمام. اذا انا ممكن ابني كاستم رول لا عشان اعمل تحقق معين، وهذا مثال بسيط عملناه انه مثلا امنع كلمه معينه. طب ممكن امنع مجموعه كلمات، فانت بتحر، انت حر ايش تعمل في الفاليديشنز تبعك. النهايه اذا صار عندك خطا بدك تستدعي مين؟ الفيل مع رساله الخطا. يعني انت بتكتب كود اللوجيك تبع الفاليديشن، ممكن يكون عندي مثلا ايش ما بدك اعمل. في النهايه اذا صار خطا بدك تستدعي الفيل بدون خطا. لاحظوا لو قلت لو فيش خطا ايش عملت؟ خلص لا بعمل شيء، لا بستدعي حاجه ولا بعمل شيء، يعني ما عملتش else خلص. يعني بس بعمل لاحظوا ما بلاقي الخطا بستدعي الفعل، ما لقيتش خطا خلص ما بعمل اي حاجه. لحاله حيكمل. طبعا هذه لما انا بدي اشتغل على مستوى فقط هذا الحقل كويس، لكن لو انا هذا الفاليديشن هذه استخدمها في اماكن متكرره مش منطق اكتب الفانكشن اكثر من مره. صح؟ لو هذه الفانكشن بتستخدمها في عدة أماكن مش منطقي إني إيش أروح أضيفها أو أعرفها في كل مرة بدي أعمل فاليديشن للكلام هذا. هنا نيجي لموضوع إنه أنا بنشئ رول ككلاس وبستدعي هذا الرول. فهنا عندي كوماند جديد حنتعرف عليه. تمام. هو PHP artisan make نقطتين رول، بدي أنشئ رول جديدة. وهذه الرول مثلا بنحدد ايش اسمها، خلينا مثلا نسميها كونتنت. رول اسمها كونتنت لانه انا بدي اتحقق من نوع الكونتنت اللي انا بدي اياه. فانا هيك افترضت اسمها كونتنت، ممكن اسميها كونتنت رول عشان بس ما تعملناش يعني اي اسم احنا بنختاره. تمام. نضغط انتر. الرول هذه او الكلاس هذه وين حلاقيها؟ في مجلد، لقيت اي شيء احنا بننشئه دائما حلاقيه بمجلد الاب. وطبعا لانه كل شغله زي بيكون لها نيم سبيس، حلاقي فعليا عندي مجلد صار اسمه رولز هيو، وجواه الكونتنت رول تبعتنا. ايش هذا الكلاس بتحتوي؟ كونتنت رول بتعمل امبلمنتس للرول انترفيس، بتحتوي على كونستراكتور، بتحتوي على ميثود اسمها باسز، بتحتوي على ميثود اسمها مسج. كونستراكتور محتاج ممكن استخدمه اذا انا بدي امرر القيم للرول هذه. تمام. والباسز هذه بدها ترجع ترو او فولس، يعني اذا كان الفاليديشن تمام فيش عندي اخطاء برجع ترو، اذا في مشكله حرجع فولس. الرساله اللي حترجع هيها، فانا هنا بغير الرساله اللي انا بدي اياها. الفانكشن اللي احنا عملناها لو بدي اكررها نفس الشيء، هاجي اعمل نفس الكود اللي عملناه جوا الفانكشن هذا الكلام هنحطه في الباسز. حكينا اذا كان عندي خطا هرجع فولس، هاي الفرق. فيش عندي خطا ايش هرجع؟ ترو. فانت بتحط هنا اللوجيك تبعك اللي انت بدك اياه، وبناء عليه يا بترجع ترو او بترجع فولس. الرساله انت بدك تطبعها بترجعها في المسج. فاحنا الرساله هذه بعد ما احنا كنا باعتينها للفعل هنرجعها للمسج او في المسج. الان هذه صار انا عندي رول بقدر استخدمها في اي مكان انا بدي اياه. طب كيف بدنا نستخدمها؟ خلينا نوقف الفانكشن و
ونضيف هنا او نستعليها الوقت كيف بدي اعمل نيو كونتنت رول، بعمل اوبجكت من الرول هذه، يعني ببعث الاوبجكت تبع الرول هذه للفاليديتور. تمام، هي طبعا انا عشان اعمل نظام النيم ريسولفر تمام حيها جابها من الاب رولز. تمام، فانت لازم تتاكد من النيم سبيس اللي انت بتشتغل عليه. طبعا هذا ما بتحتاج اي شيء في الكونستراكتور، لكن انا ممكن استخدمها عشان الكلمه، مثلا كلمه قد هذه بدل ما هي ثابته ممكن ايش اسوي هنا؟ اصير ابعتها في الكونستراكتور وانا اصير اخلي هذا الشيء عام، يعني ايش الكلمه بكتبها هنا او الكلمات اللي ببعتها هنا هي اللي اتحقق منها. الان بشكل مبدئي هذه الرول ثابته، بتبحث فقط عن كلمه قد. فلو رجعنا طبقنا نفس الفاليديشن هاي نفس الرساله. تمام، بنعملها شيء متغير. فانا ممكن هنا احكي انه انا ممكن ابعت هنا اري بالكلمات، يعني مثلا كلمه قد مثلا، طبعا نمنع كل الاسم، كلمه مثلا الله واي يعني لاحظ صار انا عندي هذه الرول ممكن تستقبل ايش اري بالكلمات اللي انا بدي امنحها مثلا، واي كلمه ثانيه مثلا كلمه لرفض، حتى ما حدا يستخدم كلمه لرفض مثلا. صار الان هذا القيم هذا الاري كيف حستقبلهم في الكونستراكتور تبع الرول، مش انا عامل نيو بعد بارامترز، هذا اللي بستقبلها في الكونستراكتور. يعني خلينا نحكي انه حيكون في عندي هنا فاريبل خلينا نسميه مثلا الوردز الكلمات. طبعا معناته عشان اقدر هذه الوردز امررها للباسز تحمرها من خلال مين؟ اتريبيوت اللي هو بروبابيلتي. فبدي اعرف هنا مثلا بروتكتد اسمها مثلا words، وهنا باجي احكي له ايش this words تساوي الwords اللي وصلت. لان الwords يفترض array، فانا ممكن اعمل هنا زي جمله for each this words اللي هي عباره عن الarray اللي انا بعتها as مثلا word. بس انا خليت الاف statement جوا الفور each هذا. طبعا هنا افترض هاي فتحة الـ for each. هنا بدل الكلمة كانت ثابتة حنحط مكانها مين؟ الـ word. فأي لحظة بيلاقي أي كلمة من الكلمات هي مرتين فورس. يعني أي كلمة من الثلاث كلمات الوقت حيرجعها. فلو أنا جيت حطيت بدل كلمة قط حطيت كلمة مثلا لارافيل وعملنا أبديت، طبعا ممكن لقيت لقيت الرسالة انه ممكن نحط cannot use مثلا these words نقطتين، وبعمل هنا implode concatenation. في عندي function اسمها implode، هذا ايش بتسوي implode؟ بعطيها separator زي هذا وبعطيها this words، هذا بتحول لي الاري لسترينج this words array، بتحول لي عناصر الاري لسترينج بحيث انه كل عنصر والثاني بيناتهم ايش؟ هذه الفاصله اللي انا حطيتها كسترينج. فهيك انا بطلع له انه ممنوع تستخدم هذه الكلمات اللي انا محددها في الاري تاعت الوردز، لانه ممكن يكون اي كلمه هو كاتبها. هذه في وردز خاصه باللارافيل الامبلود هذه الامبلود الامبلود هي فانكشن في البي اتش بي عامه. هذه فانكشن بي اتش بي بعطيها سيبريتور وهذه الكلمه هذه الاري، فبتحول لي الاري لسترينج. هاجي تشوفوا كيف حيطلع الاوتبوت تبع الرساله. شايفين ايش طلعت؟ الثلاث كلمات بيناتهم فاصله. انت ايش بتحط هنا في السيبريتور هو اللي حينطبع بين الكلمات. تمام، هاي ميزه اللي هي الانكلود عكسها اكسبلود، انه انا عندي سترينج بدي احوله لاري. تمام، فممكن تطلعوا عليهم هدول الفانكشنز لانه حيساعدوكم كثير وانتم بتشتغلوا في البرمجه. موضوع التعامل احول من اري لسترينج او من سترينج لاري، في عندي الامبلود والاكسبلود ممكن يفيدوكم. مواقع البي اتش بي موجودين في البي في الريفرنس تبع البي اتش بي. فهنا عملنا زي جنرال رول، يعني ممكن امرر لك كلمات معينه واصير ابحث عليهم. طبعا الاس ار بوزيشن هذه بتشتغل كيس سنسيتيف، يعني لو انا رحت كتبت كلمه لارافيل كابيتال لتر وانا هناك بعتها في الاري كسمول مش هيعمل لها ماتش، هيعتبر الكلمه هيعتبر النص سليم لانه الاس ار بوزيشن بتشتغل كيس سنسيتيف.
لو بدي اشتغل كيس انسنسيتيف ففي عندي فانكشن اسمها str i position insensitive، يعني حرف الاي جاي من كلمه insensitive، هيك سواء كانت كاتبها كابيتال او سمول هيعمل لها ماتش. يعني هذه فانكشنز كل ما انت كنت تشتغل مع بي اتش بي بتكون انت متذكر انه في فانكشنز بتساعدك في الموضوع هذا. جميل الحوار، ممكن ترجع دائما للريفرنس، يعني انت بتخطر في بالك شغله معينه، كيف بدي ابحث عن كلمه في سترينج، قبل ما تفكر وانت تبرمج الكود دور هتلاقي فيه فانكشنز جاهزه في البي اتش بي. فانت ارجع لموقع بي اتش بي دوت نت او حتى على جوجل لو بحثت هتلاقي دائما انه في شيء جاهز بيساعدك للموضوع هذا. فمش بالضروره دائما، يعني احنا جميع الاحوال حكينا لارافيل فريم ورك هي اساسا بي اتش بي، فانت بتكتب بي اتش بي عادي زي ما بدك، بس انت قاعد تشتغل في بعض في داخل حدود او داخل اطار لارافيل نفسه. بس يعني احنا بس ريحتنا في موضوع الكنترول والمودلز، لكن انت فعليا بتكتب كود البي اتش بي زي ما انت بدك يعني في النهايه. هذا بالنسبه للفاليديشن. طبعا في طريقه ثالثه، لو انا بدي اخلي الرول تبعتي هيك اكتبها، يعني بدل ما اعمل نيو اوبجكت اكتبها زي كده كسترينج. تمام، هنا بنتكلم على ان بعمل حاجه اسمها فاليديتور اكستند. يعني لو انا هذه نفس الرول بدي ارجع اعرفها مره ثانيه او اعرفها بطريقه انه اروح اكتب هنا مثلا يصير عندي رول اسمها مثلا كونتنت زي كده اكتبها كسترينج مش انه كنيو اوبجكت. تمام، هذه هي الطريقه الثالثه. هذه بتتم من خلال انه بعمل اكستند للفاليديتور. وين افضل مكان بعمل فيه اكستند للفاليديتور؟ في المكان اللي دائما بيكون موجود او كل الصفحات بتستدعيه اللي هو السيرفيس بروفايدر، زي ما عملنا في الفيو شير لما كان في عندي فاريبل بدي ابعته لكل الفيوز، وين حطينا الفيو شير؟ في السيرفيس. ونفس الكلام دائما اكستند لفاليديتور بحيث انه انا في اي مكان استخدم هذا الاكستند. يبقى افضل مكان دائما في شغل زي كده عام مشترك وبدي يكون يعني معرف مسبقا هو منطقه السيرفيس بروفايدرز. فهروح على البروفايدرز مثلا زي الاب سيرفيس بروفايدر، وزي ما احنا عملنا في البوت ممكن في الريجستر او حتى في البوت هنحطها في الريجستر. نيجي نستدعي الفاليديتور فاكيت تبعنا نفسه اللي استخدمناه، بس مش هنعمل ميك لفاليديشن، هعمل حاجه اسمها اكستند. اكستند هذه بتاخد تو بارامتر اللي هو اسم الرول كنص والفانكشن اللي هتنفذ عمليه الايش الفاليديشن. فهذا سمي الرول بسميها كونتنت، فانا اعطيت الاكستند لكونتنت. هنا حيكون في عندي الفانكشن. تمام، في البارامتر الثالث ممكن يكون عندي المسج، يعني هذا الاكستند لو طبع الدوكيومنتيشن تاخذ الرول. الاكستنشن هو عباره عن كلوجر فانكشن او اسم لفانكشن. تمام، والمسج هو رساله بتاعت الفاليديشن. فالكونتنت هنا هتاخذ ايش؟ طب الفانكشن هذه ايش هتاخذ؟ طبعا هاي فانكشن بدنا نعرفها زي كده، هتاخذ الاتريبيوت والفاليو وبدها ترجع ترو او فولس، نفس فكره الباسز. تمام، البارامتر الثالث تبع الاكستند هو رساله الخطا، مثلا not allowed او خلينا نكتب رساله عامه مثلا some words are not allowed. هذه الرساله هترجع من هذا الفاليديتور. تمام، هذا الفاليديتور حيروح يفحص نفس اللوجيك. خلينا نكتب نفس الكود اللي كنا كاتبينه هنا، فحص بسيط زي كده ونحطها جوا الفانكشن. في حال انه في عندي خطا هي اكيد راح نحط كلمه واحده هي كلمه قاط، خلينا نحكي فحنعمل ريتيرن لايش؟ لفولس. غير هيك حنعمل ريتيرن لترو. اعتقد البارامتر الثالث بياخد حاجه اسمها البارامتر، حقيقة بتاكد منها. حقيقة انا ممكن اطبق هذا الرول اسمها كونتنت، كيف بطبقها؟ باجي هنا هوقف الاوبجكت هذا وصار عندي رول اسمها كونتنت هيك جاهزة باستخدام الاكستند اللي احنا عملناه. خلينا نجرب ونحط هنا كلمة جات مثلا في المنطقة هذه
ونشوف هيعمل لها فاليديشن او لا. فاليديتو does not exist. بيكون عندي هنا ما عملش الها ايش انكلود اي موجود ايش not exist. target class فاليديتو في الريجستر ما بينفعش استخدمها في الريجستر، لازم استخدمها جوا البوت. الريجستر لانه هتكون في مرحلة مسبقة قبل ما يعمل انكلود للملفات، فصار يقول لي انه هذا الكلاس مش موجود، تمام؟ فحكيت نقلته في البوت لانه الريجستر بتتنفذ في مرحلة والبوت بتتنفذ في مرحلة تانية، فهي افضل مكان هنا البوت، خاصة ما اجي اتعامل مع فيكيدز، الفيكيدز كلها هتكون معرفة بعد عملية الريجستر، فلازم احطها في البوت. مرة تانية ريفرش سند، وهي الرسالة بتاعتنا some words are not allowed، يعني عمل ماتش للقصة هذه. الشرح تبع اللي احنا حكينا عنه تبع الكاستم رولز عشان ترجعوا له كريفرنس هي موجود اللي هي كاستم فاليديشن رولز، اللي بطريقة انه احنا بننشئ رول شفناها وشرحنا كيف نتعامل معها، او باستخدام الكلوجر مباشرة، او باستخدام الاكستنشنز زي ما عملنا في البوت اكستند لكذا. طبعا هنا في عندي هو بيبعت لي مش بس الاتريبيوت فاليو، بيبعت لي كمان البارامترز والفاليديتور اوبجكت نفسه لو انا محتاجه يعني. وحكينا هذا بالنهايه لازم ترجع ترو او فولس. طبعا ميزتها انه مثلا البارامترز ليش بحتاجها؟ عشان لو انا الكونتنت بدي اخليه يستقبل كلمات، يعني قلت لو انا خلينا هان تاخذ بارامترز، هذه فكرتها انه لو صار مرر لي هنا راح حكى لي كونتنت نقطتين وحطينا الكلمات اللي حكينا عنهم هنا في هذول مثلا قد صار بامكاني ابعتهم، هو فعليا بقدر ابعتهم بس ما كنتش استقبلهم في الاول. انا حكيت انا هذول الثلاث قيم حيصلوني وين؟ في البارامترز طبعا على شكل اري. فأنا فعليا ممكن نعمل نفس الجملة اللي عملناها هناك، وهذا الاف حصير من خلال for each الparameters as مثلا word، وحنستبدل الكلمة بال زي كده، وهنا بدأ كلمة got كلمة word. طب هو ليش بعت لي الفاليديتور؟ حكيت هو برضه في البارامتر الرابع تبع الفانكشن بعت لي الفاليديتور، لان انا ممكن اعمل ست للرساله في الفاليديتور هم. بس مبدئيا خلينا بدونها نشوف الاول. هنا بطلنا مثبتين الكلمه، صارت الكلمه حسب القيم في البارامترز، فيفترض برضه يعمل لها ماتش. فلو اجينا هنا عملنا سبميت some words not allowed، خلص بطلنا مثبتين. فلو حطينا كلمة زي ايش، حطينا كلمة ثانية الله، وخلينا نشيل الرابع عشان نتأكد، تمام هيك شغال. طبعا هنا انا لانه هنا المسج برا ما بتكونش عارفة، اكيد المسج لما حطيتها في الاكستند ما بتعرف ايش القيم المبعوثة في البارامتر، عشان هيك ما قدرناش نتعامل معهم. طب لو انا بدي اطبع نفس الرسالة اللي عملناها في الرول، بدنا نستخدم الفاليديتور عشان في قلبه احط الرسالة. بالضبط. نيجي نحكي فاليديتور، بعدين باجي احكي له مش متذكر الها، هي الها ميثود لاضافه الايرور على مستوى حقل معين. مرات انا اذا بدي اخلي البرنامج يساعدني اتذكر ايش الميثود، يا بدي اروح على الكلاس نفسها، يا انا ممكن اعطي له هنا زي تايب هنت احكي له هذا حيكون من نوع فاليديتور، يعني هذا البارامتر حيكون من نوع فاليديتور بس مش الفيكيد، الفاليديتور اوبجكت نفسه اللي هو هذا. يعني حكيت هنا حيصير برنامج يعطيني هنتس على طول شغلات سريعة أنا ممكن أستخدمها. الايرورز لما أستدعيها أعتقد بقدر أحكي له آد، في الآد بالضبط هي هيك، بس أنا بكون بتتأكد من النقطة هذه. خلينا نشيل هذا. ايرورز بترجع حكينا بيرجع لي أوبجيكت من نوع الايرورز، لقيت الآد بضيف ايرور جديد. الكي هو مين؟ هو اسم الحقل.
في الاد انا عندي كي وفاليو اللي هو الكي والرساله، فممكن اخده كاتريبيوت لان انا مش عارف مين الحق اللي انا بعمل عليه فاليديشن، فانا احكي له اد على مستوى الاتريبيوت هذا عشان هيك ببعث لي هو الاتريبيوت لان انا ممكن احتاجه. والرساله ممكن احط نفس الرساله اللي عملناها في الرول نفسها، لا بدي اخذ عشان فيها الامبلود اللي عملناها اللي هي هذه اساس فيها الامبلود انه حسب الكلمات. طبعا الكلمات حناخدها من البارامترز هالوقت مش من this words، يعني حطنا الرساله تبعتنا بس هنعمل امبلود لمين؟ للبارامترز بالضبط. وهي سكر هيك. طبعا يفضل في الحاله دي ما بعتش في البارامتر الثالث مين؟ المسج، عشان ياخذ المسج تبعت الفاليديتور. نتاكد ابديت اعطاني الرساله هذه. تمام. طبعا الفاليديشن دوت كونتنت ايش هذه؟ من وين اجت؟ بتاعت مين؟ هذا الخطا الثاني. من وين اجت هذه؟ مش عارف. انا اقول لما مسحت، هي لما مسحنا الرساله ظهرت. ثواني مش هتأكد بس من النقطة هذه. ما هيك هتروح. طيب هاي الله مثلا. هي لقيت الرسالة اللي طلعت. هو ايش بيسوي؟ طبعا قلت لما انا هذا الحقل صار عليه ثلاث اخطاء، الرسالة تاعت انه اقل من 10 وانه بيحتوي على الكلمة هذه، ففعليا هو ما بيبعتليش رسالة واحدة، ممكن في الاول يرجع لي كل رسائل الخطأ. لقيت اللي بيظهر تحت في الايرور اول خطا. هي الفرق انه لاحظ لقيت معناته في عندي فرق لما انا استخدم الايرورز اول في عرض الرسائل 24 هو بيجيب لي كل رسائل الخطا. تمام. هنا بيجيب لي دائما اول خطا، وبالتالي لو في كان فاليديشن ثاني بسببه بعد ما يعبي حيطلع له الخطا الثاني. ففي بعض الاحيان انت ممكن بدك تعرض كل اخطاء مش بس تعرض دائما اول خطا مستوى كل مثلا باسورد انه هو طلع مدخلها اصلا اقل من العدد المطلوب ومش حاطط فيها الحروف. اول مره حيطلع له رساله انت كلمه حجمها او عددها قليل، بيعدلها بيطلع له رساله ثانيه لا طب ضيف الكابيتال لتر مثلا. طبعا هذا فعليا اللي صار انه في الاكستند لازم نحط ديفولت فاليو. تمام. يعني هنا يفترض اللي صار انه انا القيمه هذه لما مسحتها صار يحط مسج اسمها فاليديشن دوت كونتنت، فمعناته هنا لازم نحط على الاقل رساله عامه او اللي كانت نوت الاود ووردز هذه اللي كانت موجوده نرجعها. اعطتها الرسالتين في الحاله هذه. طبعا هيك بس الفاليديشن راحت سك ما عملش ماتش للكلمه، فهناك تاكدنا انه الفاليديتور اللي احنا بنيناه صحيح. هذا بشكل عام فيما يتعلق في الفاليديشن، سواء انت اشتغلت بطريقه الاكستند او اشتغلت بطريقه انه انت انشات رول او اشتغلت بطريقه انه انت عملت كاستم رول من خلال كلوجر فانكشن مباشره. جميل احوال انت قادر تبني الرول الخاصه فيك او الفاليديشن الخاص فيك. طبعا اذا انت مش محتاج في النهايه احنا في عندي فاليديشن رولز موفره لي لارافيل بتريحني في اغلب انواع الفاليديشن انا بحتاجهم. طب هي النقطه الاخيره ما لهاش علاقه بالفاليديشن لكن لها علاقه في عمليه الريدايركت اللي احنا بنعملها. اكيد انا في الوضع الطبيعي بعد ما عملت ابديت او اضافه او حذف انا كنت ارجع المستخدم على الصفحه الرئيسيه. يعني نفترض انه انا عملت هالوقت ابديت او كرييت للعناصر تمام بدون مشاكل، الصوره حطيناها بس لسه ما رفعناهاش عشان هناخدها في لقاء ثاني. عملنا ابديت يفترض الايمج دايمنشن، خلينا نوقف الفاليديشن رول عشان ما تغلبناش هذه. هي بنكبرها احنا في جميع الاحوال مش محتاجين حاليا الايمج، فانا هوقف الفاليديشن تبعها بشكل عام. تمام. ابديت ضف. حكيت في الوضع الطبيعي لما انا اضيف اشي او اعدل كيوزر اكسبيرينس بدي اطلع رساله انه مثلا تم اضافه البوست او تم تعديل البوست او تم حذف البوست، اللي هي العمليات اللي احنا بنعملها. هذه احنا بنسميها فلاش مسجز.
تمام فلاش مسج. ايش يعني فلاش مسج؟ انه هذه رساله تظهر لمره واحده وبعد هيك ما فيش داعي تظهر مره ثانيه. عشان اعمل موضوع الفلاش مسج طبعا برضه هذه شغلات اللارافيل لانها شغلات المبرمج بيحتاجها بشكل دائم, فهي في هي ميزه اطار العمل انه هو بيجهز لي الشغلات اللي انا بحتاجها دائما بدل ما انا ابرمجها عشان اشتغل عليها. فموضوع الفلاش مسج فكرته بسيطه, انه انا باجي بعد ما اعمل العمليه اللي انا بدي اياها, مثلا هاي عمليه الحذف على سبيل المثال, احنا بعد ما حذفنا رحنا عملنا ريدايركت, حكيت انا بدي ابعث رساله انه تم عمليه الحذف اظهرها على الصفحه. فلما اجي اعمل ريدايركت باجي ابعث رساله باستخدام الويد, يعني وانا بعمل عمليه ريدايركت بدي ابعث مسج, فبستخدم ميثود اسمه ويد, وفي الويد بروح احط مثلا كي مثلا لو سميناها ستاتس, والقيمة هنا الرسالة مثلا post deleted. الآن هذا فعليا أنا كتبت هنا flash message, أنا كتبت flash message, هذه الflash message حتصل لمين؟ لهذا الراوت, يعني لصفحة الاندكس تبعتنا. فأنا يفترض في الاندكس أعرض هذه الرسالة إذا كانت موجودة. فكرة الflash message إنها تتخزن في السيشن, وبمجرد ما اقراها بيتم حذفها من السيشن, عشان هيك بتختفي بعد كده. يعني لما اجي افتح الصفحه مره ثانيه هلاقيها اختفت. طب احنا هيك بنكتب فلاش مسج. الفلاش مسج عاده بنعملها مع عمليه الريدايركت, عشان هيك في الريدايركت لو قلت له ويذ يعطينا كي للمسج, وهي قيمه المسج نفسها. الكي هذا في الغالب بيكون ثابت مع كل الرسائل, لانه بدي ادور دائما على القيمه اللي مخزنه في هذا الكي, فبديش كل مره احط كي باسم مختلف. فانا افترضت انه اسم الكي هنا ستاتس, يعني هو مش ثابت, انت الاسم هنا بنختاره زي ما بدنا. الان زي ما حكينا هذا وين بوديني؟ على صفحه الاندكس. يبقى انا بدي اعرض رساله الفلاش مسج في الاندكس. طبعا احنا وين بنعرض اساسا؟ مش في الكنترولر, في وين؟ في الفيو. يبقى هذا الراوت هيودينا على الاندكس فانكشن, الاندكس اكشن, والاندكس اكشن بتودينا على الاندكس فيو. فبدي اروح على ملف الاندكس تبع الفيو, وفي المنطقة اللي بدي اعرض فيها الرسالة فرضا هنا فوق الفور لوب في المنطقة هذه بدي اعرض الرسالة. طب عشان اعرض الرسالة بدي افحص اصلا اذا في عندي رسالة او لا, عشان هيك هنستخدم جملة الاف. تمام, واذا كانت موجودة هنعرض من خلال div alert مثلا dot alert success عشان يعطيني بوكس هيك باللون الاخضر, وفي قلبه حيكون الرسالة, حنجهز مكانها. حكيت افحص اذا وصلني رسالة في الكي اللي اسمه status, فايش بحكي احكي له؟ في عندي function اسمها session بترجع لي session object, واحنا اتفقنا الفلاش مسج حتتخزن في السيشن, عشان هنستخدم السيشن عشان اقرا هذه عشان اقرا هذه الرسالة. السيشن function باجي اساله has status, بحكي له هل في قيمة في السيشن اسمها ستاتس او قيمتها ستاتس, عفوا اللي هي اسمها ستاتس. فسيشن هاز, هل حاليا السيشن بيحتوي على كي اسمه ستاتس؟ طبعا اذا انا كنت عامل ريدايركت وذ ستاتس هيكون ترو, مش عامل ريدايركت وذ ستاتس هيكون فولس. طب اذا كانت موجوده فبدي اقول له هنا جوا الاف سيشن جيت هات لي القيمة تاعتها, وبالتالي حترجع لي الرسالة اللي أنا كتبتها في الستيتس هي مسج ديليتد. تمام, نجرب هاي ديليت لهذا النص بوست ديليتد. حكيت ايش معنى فلاش؟ لو أنا جيت عملت ريفرش للصفحة راحت, هي بتظهر لمرة واحدة. طبعا هذا الفلاش مسج يفترض نطبقه في كل عملية, مثلا عملية إضافة, فبدي أعمل برضه مع الريدايركت. وين الويب اللي احنا عملناها في الديليت؟ نرجع تحت عشان بس نختصر وقت. ناخذ نفس الرساله مثلا في الابديت, وانا بعمل ريدايركت باجي احكي له هنا ايش؟ بوست مثلا ابديتد. وانا بعمل ستور بعد ما خلصت وبعمل ريدايركت باجي احكي له مثلا ايش؟ بوست كرييتد. فهيك بصير واضح لليوزر لما يرجع للصفحه ايش اللي انه العمليه تمت بشكل ناجح. فبنستخدم موضوع الفلاش مسجز في القصه. كيف بنستخدم فيو بدل فيو؟ الفيو حيرجع ملف فيو اسمه بوست. حكيت ايش حيسوي؟ ملف الفيو تبع لو قلنا له بدنا نحط هنا, لو انت بدك تعمل شغله زي كده ريتيرن فيو تبع مثلا بوست دوت اندكس, اول شغله مش حتقدر تبعت الفلاش مسج.
او ممكن تبعت رساله عاديه اللي هو كفاريبل، يعني تروح انت تبعت بارامتر اسمه ستاتس وفي الرساله. بس ايش مشكله البوست؟ هذا البوست حيروح يسوي يستخدم ملف البوست، صح؟ البوست اندكس ايش بحتاج؟ محتاج اكون بعت له البوست. يبقى بدي اروح انا اضطر هنا ايش اسوي؟ كمان ابعت بوست واقراه. فمش منطق، لا بعمل ريدايركت للصفحه اللي بتعمل الكلام هذا وخلص. زائد انه هذا حيضل ريكوست من نوع بوست. يعني لما انا ارجع ملف فيو انا ما حولتش، احنا اتفقنا دائما بعد عمليه البوست بدي ارجع الريكوست لجيت. هذا لما انا عمل رجعنا فيو حيضل بوست، فلو عمل ريفرش حتطلع له رساله هل بدك تعمل سبميت للفورم مره ثانيه. تمام، فالحل الصحيح دائما تستخدم الريدايركت، وبينفع تعمل رجعنا فيو بس مش صح. تمام، مش صح. الان اي عمليه سواء عملنا ابديت وعملنا سيف حصير لي ستاتس مسج حسب ما انا ببعت. هذا احنا بنسميه الفلاش مسج، وهيك تقريبا العمليات تبعت التعامل مع الفورم والداتا. هيك التمبليت خلينا نحكي اللي بنشتغل عليه دائما، عندي فورم عليه فاليديشن، بعد ما اخزن او اعمل عمليه بعمل ريتيرن للصفحه الرئيسيه مع فلاش مسج. هذا خلينا نحكي التمبليت او الاسطمبه اللي احنا بنشتغل عليها في كل شغلنا، بس بيختلف شكل الفورم وشكل الداتا والرسائل اللي احنا بنعرضها. طيب هيك احنا نكون خلصنا لليوم، شويه دسم الموضوع بس يعني